بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. إن شاء الله دي الحلقة الثالثة من حلقات الريفيجن. إحنا اتكلمنا قبل كده على ألجبرا، اتكلمنا على سوليد جيومتري، اتكلمنا كالكلس. النهاردة بإذن الله ناخد داينامكس، ويتبقى لنا حلقة ناخد فيها الاستاتيكس إن شاء الله. بالنسبة للداينامكس أو عامة، إحنا ماشيين بسيستم معين في الريفيجن. إيه اللي بنمشي بيه؟ إحنا قلنا دايما الريفيجن بتاعنا عبارة عن 5 حاجات، 5 items. أول حاجة summary and rules، دي حاجة. الحاجة التانية school book exams. الحاجة التالتة booklet 2017-2018. الحاجة الرابعة exams 2017 السنة اللي فاتت كلها. الحاجة الخامسة والأخيرة some selected questions. ده بالنسبة للايتمز اللي هناخدها بإذن الله، اللي هنمشي هنتبع أو نمشي بالنظام ده إن شاء الله. هنبتدي أولا، إحنا عندنا الداينامكس زي ما أنتوا عارفين، عندنا موضوعات متقسمة كده. موضوعات هما 4 chapters على العموم، بس أنا مقسمهم لك موضوعات زي ما أنت شايف كده. أولا differentiation integration graph of vector functions، ده كانت بالنسبة chapter 1. نيوتنز لوز اوف موشن وابليكيشن على نيوتنز لوز اوف موشن وسيمبل بوليز، دول كلهم تشابتر 2. عندنا امبلس اند كوليجن تشابتر 3، ورك باور انرجي تشابتر 4. ده الداينامكس اللي علينا في المنهج بتاعنا السنه دي. هنبتدي بقى باذن الله سمري اند رولز للمنهج كله. نبتدي ناخد واحده واحده كده. احنا قلنا في حاجه، لو انا جبت لك r equals 6t cubed plus 6t i plus t square plus 3j، مين ال r يا ولاد؟ دي بنسميها position vector. دايما اي position vector بنحب بنرمز له بالرمز r. لما بيكون عندنا r، لو حطيت ال t equal 0 بجيب حاجة اسمها r not، يعني position vector at the beginning. يبقى لما اقول لك r not يبقى دي position at the beginning. في عندنا بقى displacement، عندنا velocity، عندنا acceleration. طالما الحكاية فيها t، طالما position vector بيتكون من t او function of time، يبقى لما اقول لك هات لي displacement الاس هتقول لي r minus r not. لما اقول عايز ال v هتقول لي ds by dt. لما اقول لك احسب لي acceleration تقول لي dv by dt. كلنا عارفين دول الاساسيات اللي في chapter 1. طيب عارفين كمان ان الاكسلريشن، ودي كنا اثبتناها قبل كده، يا اما نقول دي في باي دي تي لو الفانكشن في التايم، يا اما نقول في دي في باي دي اكس لو كان الفاريبل ده اكس اللي هو الديسبليسمنت. يعني لو عندنا الفيلوسيتي جايه ان تيرمز اوف اكس، يبقى الاكسلريشن في دي في باي دي اكس. طبعا يا اولاد انا كاتب لك هناك فرق بين، لو انا جبت لك الديسبليسمنت 50 meters، جبت لك التايم 10 seconds، وطلبت من سيادتك تجيب لي الفيلوسيتي، هتقولي الفيلوسيتي اس اوفر تي، ما استخدمش ولا حاجه من دول. اقول له الفيلوسيتي اس اوفر تي طالما ان انا ماشي بكونستانت فيلوسيتي. اما لو المساله فيها تايم، لو جبت لك الريليشن كده فيها تايم وعايز الفيلوسيتي، اوعى تقول اس اوفر تي يبقى غلط، لكن تقول لي دي اس باي دي تي. ده الفرق بين ده وده. طيب حاجه تانية، لما اقول لك اس ايكوال زيرو، انا هقول لك احنا في موشن واس ايكوال زيرو، تفهم منها ايه؟ طب فيلوسيتي ايكوال زيرو تفهم منها ايه؟ اكسلريشن ايكوال زيرو. تعالوا ناخد المينينج لكل واحده من دول. اس ايكوال زيرو ايوه معناها ان انا اتحركت رحت ورجعت لنفس الاوريجينال بوينت. لان انا لما اجي يبقى إيه؟ لما اقول لك اس ايكوال زيرو معناها البادي اتحرك راح ورجع لنقطه البدايه عندنا. فانا لما اقول لسيادتك كده ده معنى اس ايكوال زيرو. في ايكوال زيرو يبقى البادي وصل للماكسيمم هايت. طيب ايه ايكوال زيرو؟ يبقى البادي ماشي بيونيفورم فيلوسيتي. طب معلش خليكم معايا كده، انا عايز اقول حاجه مهمه. يعني ايه الكلام اللي انا كتبته ده؟ انت طبعا المفروض فاهمه قبل كده، بس تعالى ااكد على الفهم اللي عندك.
انا بقول دلوقتي انا اتحركت، مشيت 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 لغاية بوينت، وبعدين وقفت، وبعدين رجعت تاني. لو انا ابتديت من هنا مشيت لغاية هنا ورجعت تاني، لو حد سألني فين الديسبليسمنت اقول له زيرو، لان الديسبليسمنت هي المسافة اللي بين الستارت بوينت والاند بوينت. يعني انا لو بدأت من هنا رحت كده ورجعت لغاية هنا بس، دي اسمها الديسبليسمنت. فيبقى الديسبليسمنت كده لما ارجع يبقى كأنها زيرو. طب حاجة تانية، لو انا مشيت 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 لغاية اقصى مسافة وعايز ارجع بالعربية، هضطر اتوقف وبعدين ارجع تاني، لان انت لو ماشي بالعربية بتاعتك وعايز تاخد مارشالير ما بينفعش ترجع وانت ماشي، لازم تقف الاول والا العربية تبوظ منك، تقف الاول وبعدين تاخد مارشالير، يبقى انت ترجع تاني. يبقى انا عشان ابتدي معنى الفيلوسيتي بزيرو، انا بفهم منها ان انت وصلت للماكسيمم ديستانس، او بطريقة تانية لو انا مسكت القلم ده ورميته لفوق هيطلع يطلع يطلع لغاية ما ستوبت وبعدين يبتدي يرجع تاني. يبقى اول ما اقول فيلوسيتي بزيرو على طول يبقى احنا عارفين ان هيوصل للماكسيمم هايت. لما اقول اكسلريشن ايكوال زيرو تقول لي تمام، معناها ايه هي الاكسلريشن؟ هي بالبلدي كده تشينج في الفيلوسيتي، تشينج ان فيلوسيتي، مفيش تشينج في الفيلوسيتي، يبقى معناها البادي ماشي بكونستانت فيلوسيتي. دي معنى كلمه اكسلريشن ايكوال زيرو، وده اللي انا كنت كاتبه هنا. نرجع بقى تاني، لما اقول بقى لسيادتك في اند اي هاف سيم دايركشن، في ده الفيلوسيتي، ايه الاكسلريشن؟ الفيلوسيتي دايما اتجاه الموشن. الاكسلريشن والفيلوسيتي الاثنين لو سيم دايركشن يبقى بنقول على الموشن اكسلريتد، فبنقول يبقى الفي تايم ايه بوزيتيف. طيب تاني، لو الفي تايم ايه هاف اوبوزيت دايركشن، الفي اتجاه الموشن عكس اتجاه الاكسلريشن، يبقى الموشن ديسيلريتد، يبقى الفي في الايه نيجاتيف. زي بالظبط يا ولاد ايه، بصوا لي برضو كده، لو انا خدت القلم ده وسبته كده يقع وهو نازل، هتلاقي الفيلوسيتي لتحت والجرافيتي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي لتحت، الاثنين في سيم دايركشن، يبقى الموشن اكسلريتد. لو خدت القلم ده رميته لفوق وهو طالع، الفيلوسيتي هو اتجاه الموشن، يبقى الفيلوسيتي لفوق، الجرافيتي الاكسلريشن دوت جرافيتي لتحت دايما، يبقى هتلاقي الاي والفي عكس بعض، يبقى الموشن ديسيلريتد. يبقى احنا حافظينها كقاعده، لو الفي بوزيتيف، لو الفي والاي في تايم اي بوزيتيف، يبقى الموشن اكسلريتد، لان معنى ان بوزيتيف يبقى الاثنين سيم دايركشن. لو الفي اند اي الفي تايمز اي ايكوال نيجاتيف، يبقى الاثنين اوبوزيت دايركشن، الموشن ديسيلريتد. ادي المعنى اللي انا كاتبه. يلا يا جميل نكمل حاجه تانية. لما بتكلم بقى خلي بالكوا يا اولاد، عندنا في جراف مهم جدا، وده من الموضوعات الاساسيه في المنهج بتاعنا. ممكن يجي لك جراف ديسبليسمنت تايم، ممكن يجي لك جراف فيلوسيتي تايم، ممكن يجي لك جراف اكسلريشن تايم، او فيلوسيتي ديسبليسمنت. يعني بيجي جراف زي ده، لو جالك فيلوسيتي تايم او اكسلريشن تايم، اول ما تيجي كده خدها قاعده، لازم تقول مين هي الفي ومين هي الاي. لو كانت الجراف الفي، طبعا لما اقول لك ديسبليسمنت انتوا عارفين ان الفي هي الاس داش، والاي تعتبر اس دبل داش. يبقى انا لو عندي جراف الديسبليسمنت تايم الاس، يبقى الفي هي الاس داش، الاي اس دبل داش. طب اس داش تبقى بوزيتيف تبع الكالكولس، بقى احنا رجعنا كالكولس الحلقه اللي فاتت. لما اقول لك ان اس داش بوزيتيف تقول اه، يبقى معناها ان الكيرف انكريز. اس داش نيجاتيف يبقى الكيرف ديكريز. جميل. طب الاكسلريشن هي اس دبل داش، طب اس دبل داش تبقى بوزيتيف امتى؟ شاطر، لو كان الكيرف كونفكس. في الكونفكستي بنقول بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى نقول لو كان كونفكس اب يبقى الاس دبل داش نيجاتيف، كونفكس داون اس دبل داش بوزيتيف. جميل، ده مهم. تعالوا بقى نقول السمر اللي انا قلته ده، لما بتكلم على الديسبليسمنت تايم جراف فاحنا بنقول الفي از والاي از، ده اهم حاجه، ده كلمه السر في اي جراف. الفي هي الاف داش، الاي هي الاف دبل داش، او اس داش اس دبل داش لو حبيت. وبنقول ان الانكريز لو الفي بوزيتيف
ديكريز نقول لو الفي نيجاتيف. طب لو هنقول الاي دبل داش كونفكس اب يبقى الاي نيجاتيف، لو كونفكس داون يبقى الاي بوزيتيف. ده في حاله الديسبليسمنت تايم. طب في حاله الفيلوسيتي تايم يا اولاد هنقول الفي والاي. الفيلوسيتي ده الكيرف بتاع الفيلوسيتي نفسه، يبقى الفي هو الكيرف. طب الكيرف نقول عليه بوزيتيف امتى؟ الكيرف يبقى بوزيتيف لو كان اباف اكس اكسس يبقى الفي بوزيتيف، لو الكيرف بيلو اكس اكسس يبقى الفي نيجاتيف. طب الاكسلريشن نقول عليها اللي هي الاف داش بقى. طب ما الاف داش او الفي داش طالما قلت داش يبقى نتكلم على انكريز وديكريز. انكريز يبقى الاي بوزيتيف، ديكريز يبقى الاي نيجاتيف. وطبعا لو عندنا الفيلوسيتي وعايز اجيب الديسبليسمنت يبقى هي الاريا، لان الفيلوسيتي عشان تجيب منها الديسبليسمنت بتعمل انتجريشن، وانتجريشن من الجراف يعني اريا اندر ذا كيرف اند بتوين ذا كيرف اند اكس اكسس. جميل. طب يا تاني يا اولاد قلنا الاكسلريشن يا نقول دي في باي دي تي، يا اما نقول في دي في باي دي اكس. الفيلوسيتي لو عايز اجيب من الفيلوسيتي الديسبليسمنت يبقى طبعا نعمل انتجريشن، لو من الفيلوسيتي عايز اجيب الاكسلريشن طبعا نعمل ديريفاتيف. جميل جدا. حاجه تانيه لما اقول لك المومنتم بقى، ده الجزء دخلنا كده في شابتر 2، المومنتم ماس تايم فيلوسيتي. طيب لو عندي الاس ما جابليش الفي مباشره، او عندي الاكسلريشن ما جابش الفي دايركت، يبقى انا هنا هقول المومنتم ام تايم. هقول ايه؟ ايوه انت عندك الاس يبقى تقول دي اس باي دي تي. جميل. لو عايز اجيب المومنتم وعندنا الايه يبقى هنعمل انتجريشن للاكسلريشن عشان نجيب الفيلوسيتي. ده لما احب اجيب المومنتم. طيب لو جيت قلت لك يونيفورم فيلوسيتي او ماكسيمم فيلوسيتي، اي الجمله دي او الجمله دي تفهم منها ثلاث جمل، ثلاث حاجات دايما نقولهم، يا اما نقول الريزيستنس ايكوال الفورس، ده لو قال لي يونيفورم فيلوسيتي، او ماكسيمم فيلوسيتي في الداينامكس كلها نقول الريزيستنس ايكوال فورس، او نقول لو في مجموعه من الفورسز يمين مجموعه شمال يبقى اليمين قد الشمال، او الريزلتنت اوف فورسز ايكوال زيرو. دي مهمه. طب حاجه تانيه لو قال لك الريزيستنس بروبورشنال مع الفيلوسيتي، يعني الفيلوسيتي تزيد الريزيستنس تزيد، يبقى انت هتقول له على طول ار1 اوفر ار2 ايكوال في1 اوفر في2. طب لو قال R proportional to V square يبقى هنقول R1 over R2 V1 square over V2 square زي ما يقول في المسائل. طيب لو جه قال لك الماس 3 tons وقال لك الريزيستنس 4 كيلوغرام ويت فور ايتش تون، تقول له لحظة بقى انت قلت الريزيستنس 4 كيلوغرام ويت فور ايتش تون. جميل. يبقى انا هقول الريزيستنس لما حد يسالني ريزيستنس تقول ده احنا عندنا 3 تونز، كل طن يقابله ريزيستنس 4 كيلو جرام ويت، يبقى التوتال ريزيستنس 4 تايم 3 كيلو جرامز ويت. نبقى بعدها نيوتن سكند لو، احنا عارفين نيوتن سكند لو الهيد لاين بتاعه ان ريت اوف تشينج اوف مومنتم وذ ريسبكت تو تايم بروبورشنال تو ذا اكتد فورس. فلما حد يقول لك نيوتن سكند لو ماثيماتيكالي هتقول له دي باي دي تي للمومنتم للام تايم في، او الاف ايكوال ام تايم ايه. ده امتى؟ ده امتى؟ طبعا ده بنستخدمه لو الماس كونستانت. اما لو الماس فاريبل يا ابني واستخدمت الرول ده غلط، يبقى الرول ده فقط لو الماس فاريبل، لو الماس كونستانت. لو الماس فاريبل يبقى نستخدم القانون ده. معظم مسائلنا الماس كونستانت، يقول لك الماس 3 تونز، الماس 2 تونز، لكن لو قال لك الماس 2t بلس 1 او 5t او حاجه فيها t يبقى دي فاريبل، يبقى غلط لو استخدمت الرول ده، يبقى الماس فاريبل نستخدم ده. جميل. قلنا الاف ايكوال ام ايه؟ الماس بالكيلوجرام، الاي بالمتر بير سكند، يبقى الفورس طبعا نيوتن. اما لو كانت جرام وسنتيمتر بير سكند يبقى داين. وقلنا الكيلوجرام لازم معاه ميترز، الجرام لازم معاه سنتيمترز، وكيلوجرام متر بير سكند نيوتن، وده داين. لو عايز احول من نيوتن لداين
يبقى هحول من كيلوغرام لجرام ومن متر لسنتيمتر، يعني 10 باور 3 و10 باور 2 على بعضها يبقى 10 باور 5. قلنا يا ولاد الموشن في الداينامكس كلها دايما، احنا قلنا قبل كده ايه، بصولي كده، دايما لما بتكلم على الموشن في عندي اربع انواع، يا اما هوريزونتال موشن حاجه ماشيه هوريزونتال، او فيرتيكال موشن طالع نازل، او على انكلايند بلين بلين وانت طالع عليه، او سيركيولار موشن. سيركيولار موشن ده مش علينا، ده مش في المنهج بتاعنا. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من الموشن في الداينامكس كلها، اما هوريزونتال او فيرتيكال او انكلايند. جميل. لو فيرتيكال لازم يظهر ام جي على طول، لان وانت طالع او وانت نازل في ويت، في حاجه بتشدك، يبقى ده في ام جي. حتى لو انت ماشي على انكلايند بلين في ام جي لها اثر. اما لو هوريزونتال لا، الام ويت قد الرياكشن فيبقى ملهوش تاثير. يبقى احنا نتكلم على الفورس بس، على الفورس او الريزيستنس. يبقى احنا دول الثلاث انواع في هوريزونتال موشن، ده هنتكلم عنها. لو جيت قلت لك اكتب لي الايكويشن اوف موشن، دايما اي عربيه، اي بادي بيتحرك وعايزين نجيب ايكويشن اوف موشن، هنقول الفورس اللي في اتجاه الموشن ماينس العكس ايكوال ام اي. خدها قاعده، اف ماينس ار ايكوال ام اي، او اليمين ماينس الشمال اتجاه الموشن ماينس العكس ايكوال ام اي، سواء كانت هوريزونتال سواء فيرتيكال سواء انكلايند. دي ده ايكويشن اوف موشن قاعده. يلا كده يا جميل، لما اقول لك هنا هوريزونتال موشن، هوريزونتال موشن يبقى في فورس في ريزيستنس، والبادي بيتحرك يبقى هقول له اف ماينس ار ايكوال ام اي. طب لو البادي هو بيتحرك ده الماتور ستوبد او الفورس توقفت، هيفضل ماشي 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 لغايه ما يتوقف، يبقى في ريزيستنس، يبقى نيجاتيف ار ايكوال ام اي، ده الايكويشن اوف موشن بتاعته. طيب لو فيرتيكال موشن في فورس بتشده، في ام جي، في ريزيستنس، يبقى هقول له اف ماينس ام جي ماينس ار ايكوال ام اي. لو كان نازل يبقى هنقول له اف بلس ام جي ماينس ار ايكوال ام، لان الريزيستنس عكس الموشن. لو مفيش فورس يبقى هنقول ام جي ماينس ار ايكوال ام اي. لو بادي فولز الانكلايند يا اولاد، لو عربيه طالعه في فورس، في ام جي ساين سيتا، في ريزيستنس، وهي طالعه دايما الريزيستنس عكس الموشن، يبقى انا هقول مين ماينس مين، هي طالعه يبقى اف ماينس ار ماينس ام جي ساين سيتا ايكوال ام اي. اما لو كانت نازله يبقى في اف وفيها ام ومعاها ام جي ساين سيتا وفي العكس الريزيستنس، يبقى هقول له اف بلس ام جي ساين سيتا ماينس ار ايكوال ام اي. ده الايكويشن اوف موشن بتاع الداينامكس كلها، حاجه بتتحرك على طول. يبقى ده دائما المسائل دي يا اولاد، انت عندك حاجتين، يا اما نيوتن سكند لو، ده الناحيه دي، ده عندك ناحيتين يا اولاد، ده فورسز ده اكسلريشن. يبقى احنا على طول في المسائل بتاعتنا يا اما يكون نستخدم نيوتن سكند لو نجيب الاكسلريشن، ونروح هنا نجيب الفيلوسيتي، نجيب الديسبليسمنت، نجيب التايم، او العكس نبتدي من هنا نروح نعوض هنا عشان نجيب الفورس او الريزيستنس. في عندنا يا ولاد ممنوعات، ايه الممنوعات اللي اوعى تستخدمها، اللي هي الطن، الكيلوغرام ويت، الكيلومترز بير اور، اي واحدة من دي ممنوع انك تستخدمها، دي ممنوعات في المنهج بتاعنا. يبقى لو عندي ماس بالطن اعمل تايم 1000 تجيبها بالكيلوغرام ويت، لو كانت كيلوغرام ويت هنعمل ملتبلاي 9.8 تبقى نيوتن، لو كيلومترز بير اور طبعا اعمل تايم 5 اوفر 18 تبقى مترز بير سكند. جميل قوي. طيب حاجة مهمة برضو في الموضوع ده، افترض ان انا خلي بالكو الرولز اللي انا كاتبها دي كلها على طول بنستخدمها. طب افترض الفورس دي جابها لك فاريابل، جاب لك الفورس فيها تايم، فورس فاريابل فيها ديسبليسمنت، فيها اكس، فورس فيها فيلوسيتي. في الحالة دي لو عايز اكتب ايكويشن اوف موشن، هتقول لي طيب احنا عندنا ايكويشن اوف موشن ام اي، اف ايكوال ام اي،
طيب ام ايه ايكوال اف. طيب الفورس اللي هي 6 تي بلس 2 ده الايكويشن اوف موشن. يبقى في الحاله دي بقى الاكسلري هنا برضو ام ايه ايكوال ده، ام ايه ايكوال ده. يبقى اللي انا شفته كده هقول الاكسلريشن انت فيها تايم، يبقى انا ممكن اشيل الايه واكتب دي في باي دي تي، لان عندي ريليشن فيها تي وعندي ايه، يبقى الايه دي في باي دي تي. اما هنا الايه هنقول له في دي في باي دي اكس، هنا هنقول الايه ايوه دي في باي دي تي. جميل. طيب لو عملت هنا، عملت هنا الدي تي وعملت هنا دي تي، لو عملنا كده وعملنا انتجريشن كده، يبقى انا هجيب ريليشن هنا برضو هنعمل دي اكس، هنعمل دي اكس. جميل قوي. طب هنا لو عملت دي تي ودي تي، هل كده تقدر تعمل انتجريشن؟ استحالة، لان هنا هيبقى في معاها تي، الفاريابل ده غير الفاريابل ده، ما اقدرش اقوم اجيب الفي مع الفي ونعمل بقى انتجريشن في الحالة دي. طبعا لما بعمل انتجريشن في الفيلوسيتي تبتدي من في نوت لفي، اما التايم فروم 0 تو تي، هنا في نوت تو في، في نوت تو في. خليك فاكر لما نعمل انتجريشن لفيلوسيتي يبقى نقول من في نوت لفي، اما اللي فيها تايم يبقى نقول من 0 لتي. الاكس على حسب، لو قال لك ان انت بادي من الاوريجين يبقى من 0 الاكس، لكن لو بادي من بوينت تبعد مثلا ترتفع عن الارض مثلا مسافه 5 متر، كنا هنقول فروم 5 تو اكس. اعمل انتجريشن بقى، طبعا دي في الانتجريشن بتاعتها في، ونعمل فروم في نوت تو في، وهنا نفس الكلام نعمل لها انتجريشن، ودي هتبقى في باور 2 على 2. هنا بقى دي عشان تعمل انتجريشن لازم الديفراكشن، يبقى لازم اللي فوق ديريفاتيف اللي تحت، يبقى نعمل تايم 6 1 اوفر 6، وبعد كده نعمل لين طبعا، لان ده ديريفاتيف ده يبقى لين ابسوليوت اللي تحت. دي ريليشن مهمه، لان احنا في المنهج بتاعنا بنركز قوي على الفي وعلى الانتجريشن وعلى الديريفاتيفز. بعدها اتكلمنا يا ولاد على في حاجه اسمها ابيرنت ويت، وحاجه تانية اسمها ريل ويت. الابيرنت ويت اللي هي التي او الان، ده لما اقول لك ان في ليفت وبادي محطوط على الليفت، يبقى في ابيرنت ويت في ريل ويت. الريل ويت اللي هي الام جي، الابيرنت ويت اللي هي الان او التي. لو الابيرنت ويت اكبر من ريل ويت، خدها قاعده الابيرنت ويت اكبر من ريل ويت، في احتمالين، في احتمال الطبيعي واحتمال اكبر. بصوا بقى يا اولاد خليكم معايا، انا لما اقول دلوقتي في بادي، البادي ده حطيته كده على، حطيته على ايدي وطالع بالفوق، اكيد بحس انه اتقل، يبقى البادي بيتقل، الابيرنت ويت اتقل من الوزن الحقيقي لما اكون طالع. ده الطبيعي، احنا قلنا في احتمالين، الطبيعي لو لقيت الابيرنت ويت اكبر من الريل ويت يبقى البادي طالع with acceleration. اقول لك بقى الاحتمال التاني، او البادي نازل with deceleration. يبقى اذا لقيت الابيرنت ويت اكبر من الريل ويت تقول له في احتمالين، يا اما طالع ده الطبيعي with acceleration، يا اما نازل with، يا اما انه نازل بس deceleration. يبقى الطبيعي انه طالع، ده الطبيعي، او نعكس نقول نازل بس بديسيليريشن. طب نقول العكس، لو انا فوق كده ونازل هحس ان البادي خفيف على ايدي، يبقى لما يبقى الابيرنت ويت اخف من الريل ويت يبقى البادي نازل، ده الطبيعي. طب قول بقى العكس يلا، او طالع وذ ديسيليريشن، يبقى نازل باكسيليريشن او طالع بديسيليريشن. يبقى خليك فاكر ده، الله يخليك. يبقى انا عايز اقول حاجه مهمه، عشان ممكن يجي لك سؤال يقول لك مثلا الابيرنت ويت ب 10 والريل ويت ب 7، تقول لي استنى هو الموشن اكسلريتد ولا ديسلريتد؟ لو قال لك ان البادي ماشي باكسلريشن تقول لي يبقى البادي طالع طالما الابيرنت ويت اكتر من الريل ويت. طب لو قال لك الابيرنت ويت ب 10 والريل ويت ب 7 بس البادي ماشي بديسيليريشن تقول يبقى نازل على طول، لان هو الطبيعي انه يبقى طالع، بس طالما قلت ديسيليريشن يبقى نازل. خلاص يا جميل، ركز بقى عشان دول حاجتين تاخد بالك منهم، الطبيعي انه طالع لو ازيد، الطبيعي انه نازل لو اخف او اقل.
اما لو لقيت بتسليريشن يبقى ده عكس الطبيعي. يلا بقى، يبقى احنا قلنا هنا ان ان البادي ده اسندنج اور ديسندنج ويز ديسليريشن، يبقى اسندنج ويز اكسليريشن اور ديسندنج ويز ديسليريشن. طب لو الابيرنت ويت اقل من الريل ويت، يبقى البادي ديسندنج ويز اكسليريشن اور اسندنج ويز ديسليريشن. ده مهم. طيب قلنا حاجه كمان، ان لو هو طالع سواء اكسلريشن او ديسلريشن، هو طالع يبقى تي ماينس ام جي ايكوال ام اي، او ان اللي هو الرياكشن يعني ماينس ام جي ايكوال ان اي، لو نازل يبقى ام جي ماينس ان ايكوال ام اي. قلنا يا ولاد في الدرس ده اهو في ثلاثه كلمات نفس المعنى، لو قال لك ابيرنت ويت هتقول لي التي او الان، لو قال لك البالانس ريدنج البالانس ريدنج يبقى الابيرنت ويت، او ده لو قال لك التنشن او البريشر يبقى ده برضو اللي هي التي. دخلنا بعدها في اخر موضوع في تشابتر 2 اللي هو السموس بولي. قلنا السموس بولي في عندي ثلاث حالات، يا اما الاثنين الباديز فيرتيكال، يا اما ومحطوط على هوريزونتال وبادي تاني فيرتيكال، وطبعا دي في حالتين ان البادي يبقى سموث او رف، يا اما محطوط على انكلايند بلين والسكند بادي فيرتيكال، وده برضو ليها حالتين سموث او رف. في الموضوع بتاعنا احنا عارفين الايكويشن اوف موشن اف ايكوال ام اي، هنا في فورس وهنا في فورس، طب ما نقدر اقول ان الاكسلريشن ايكوال اف اوفر ام، مين الاف ومين الام؟ طب ما هنا فورس وهنا فورس، يبقى نقول النت فورس. ومين الام؟ ما هنا ام وهنا ام، يبقى التوتال ماس. ده لو انت عايز تستنتجها كقاعده. فاحنا قلنا هنا الاكسلريشن اف اوفر ام، مين الاف؟ النت فورس، يبقى الام 1 جي ماينس ام 2 جي على ام 1 بلس ام 2. طبعا تقدر تاخد الجي كومون، ودي القانون اللي احنا حافظينه، ام 1 ماينس ام 2 اوفر ام 1 بلس ام 2 تايم جي، ده يجيب لك الاكسلريشن على طول. يا اما تاخدها ايكويشن اوف موشن للفرد اليمين، ايكويشن اوف موشن للناحيه الشمال. طب يلا نقول نفس الكلام هنا يا اولاد، عايز اجيب الاكسلريشن لده، هتقول لي اف اوفر ام، اف اللي هي النت فورس التوتال ماس، مين النت فورس؟ ام 1 جي فقط. فين التوتال ماس؟ ام 1 بلس ام 2. طب لو هنا عايز اجيب الاكسلريشن، هتقولي هنا في فورس وهنا في فورس اللي هي الريزيستنس فورس، يبقى ام 1 جي ماينس ميو ان، والان اللي هي اصلا ام 2 جي، عشان كده بنقول ام 1 ماينس ميو ام 2 ونكتب جي بره اوفر ام 1 بلس ام 2، ده الرول اللي احنا حافظينه. هنا نفس الحكايه، مين الفورس التوتال النت فورس؟ هتقول لي ام 1 جي ماينس ام 2 جي ساين ثيتا اوفر ام 1 بلس ام 2، ده لو كان سموث. طب تعالوا نلخص بقى الكلام مره ثانيه، احنا عندنا في حاجتين، في اكسلريشن في بريشر اون ذا بولي. طيب لو جيت البريشر في البولي هنا هتقول لي 2 تي لان فيه تي و تي، هنا البريشر 2 تي كوزاين 90 اوفر 2، او الاحسن روت 2 تي وخلاص، لان 90 اوفر 2 45 وهي روت 2 اوفر 2 فتبقى روت 2 تي. هنا يا اولاد 2 تي كوزاين 90 ماينس سيتا اوفر 2. يلا هنا الاكسلريشن بقى هنقول ام 1 ماينس ام 2 اوفر ام 1 بلس ام 2 تايم جي، ده اللي احنا استنتجناه من شويه لما قلنا نت فورس اوفر توتال ماس. سموث بلين يبقى هنقول ام 1 اوفر ام 1 بلس ام 2 تايم جي، لو رف بلين ام 1 ماينس ميو ام 2 اوفر ام 1 بلس ام 2 في الجي. هنا لو انكلايند لو سموث ام 1 ماينس ام 2 ساين ثيتا اوفر ام 1 بلس ام 2 تايم جي. طبعا لو رف، لو انت هتتلخبط في الرول ده اهو ما تحفظهوش، انا اللي بقول لك انت بقى تجيب ايكويشن اوف موشن للفيرتيكال بادي، ايكويشن اوف موشن للهوريزونتال للانكلايند بادي، هتوصل لنفس الرول او تجيبها خطوات واحده واحده افضل كده. طبعا في حاجه مهمه، ايه الفرق بين لو جه طلب في السؤال سكيل بريشر اون ذا سكيل بان اللي احنا بنسميها البالانس ريدنج، او البريشر اون ذا بولي؟ هتقول لي ده في سكيل بان كفه ميزان جواها بادي وربطناها بحبل،
يبقى انا لما بتكلم في البريشر على السكيل بان هنقول ده اللي هو البالانس ريدنج، او اللي هو اللي هو البريشر على السكيل بان ده نسميها الابيرنت ويت، اللي هي عباره عن الان، فنقوله ان ماينس ام جي ايكوال ام ايه، وفي الحاله دي ناخد الماس نفسه بتاع البادي. اما لو عايز البريشر على البولي نقول 2T، وهنا ناخد التوتال ماس لما كنا بنحسبها. جميل. طب ينفع اقول حاجة صغيرة قبل ما اعمل ده على الداتا هنا؟ بصوا يا اولاد، علشان برضو احنا بما اننا احنا بنعمل ريفيجن كده كامل، يبقى الموضوع يستكمل على بعضه. دلوقتي انا لو جيت قلت لسيادتك انا بتحرك في على البلين ده، في بادي هنا وبادي انذر بادي هنا، وده في مسافة بينهم، افترض المسافة دي كانت مثلا 20 سنتيمتر، وهو ماشي الحبل ده هو اتقطع، ايه اللي هيحصل؟ دي هتتحرك مسافة اس 1، دي هتتحرك مسافة اس 2، دي وصلت هنا ودي وصلت هنا. طب سؤال، انا عايز اجيب الديستانس ده، عايز اجيب الديستانس اس، يبقى انت هتقول لي علشان تجيب الاس يبقى الاس دي عبارة عن اس 1 بلس اس 2. شوف بقى، بص كده هتلاقي الجزء ده اهو اس 1 بلس الجزء ده، الجزء ده عبارة عن مين يا ولاد؟ الجزء ده هو عبارة عن ال 20 ماينس اس 2، يبقى هقول له بلس 20 ماينس اس 2. خدها قاعدة كده، اول ما بتكلم على ديستانس بتوين تو بوديز لما الحبل يتقطع، يبقى هنقول دي عبارة عن اس 1 ومعاها الجزء ده اللي هو 20 ماينس اس 2. طب دي حاجة. طب حاجة تانية، لو انا جيت قلت لك في سموث بولي وفي عندي بادي اهو وانذر بادي اهو، دي الفيرتيكال ديستانس اللي ما بينهم، وجه الحبل ده اتقطع، النازل يفضل نازل والطالع يفضل طالع شوية وبعدين ينزل. في عندي احتمالين، هطلب منك الديستانس بتوين ذا تو بوديز قبل ما يتقطع، قبل ما ده ينزل، ما ده هيطلع شوية وبعدين يقف وبعدين ينزل، انا عايز قبل ما ينزل عايز اجيب الديستانس، عايز اجيب الديستانس دي. لما اقول لك هات لي الديستانس هنا اس دي، يبقى انت هتقول لي دي برضو اس 1، المسافة دي هفترض انها 20، ده اس 2، يبقى انت هتقول علشان اجيب الاس دي عبارة عن اس 1 بلس 20 بلس اس 2، لان ده لسه منزلش. طب لو كان البادي بقى، انا جيت قلت لك هنا في الحالة التانية دي المسافة ما بينهم، ده اللي هي 20، والنازل فضل نازل وده طلع وبعد كده رجع مسافة هنا، لما اجي اقول لك هتقول لي ديك من هنا لهنا دي تعتبر اس 2، عايز اجيب الديستانس بتوين التو بوديز، عايز اجيب الديستانس ده اهي الاس، يبقى انت هتقول لي في الحالة دي الاس ايكوال دي اس 1 وهنا ده هي اس 2، يبقى هنقول اس 1 بلس 20 ماينس اس 2 اللي هي الجزء ده، ما هو ده اللي هو مين؟ ده اللي هي 20 ماينس الاس 2. يبقى دي من المعلومات المهمة. بكده يا ولاد يبقى تشابتر كده، تشابتر 2 كده خلاص. نخش بقى على تشابتر 3، يلا خليكم معايا بقى كده. يبقى احنا قلنا ادي تشابتر 1 خلص، تشابتر 2 تعتبر اطول تشابتر، اللي في المومنتم، في نيوتن سكند لو، في البالانس، اند عندنا الليفت والسبرينج بالانس، عندنا السيمبل بوليز. تشابتر 3 تشابتر صغير وظريف اللي هو الامبلس اند كوليجن، ده تشابتر 3 فقط امبلس اند كوليجن. تشابتر 4 ورك باور انرجي. يلا يا جميل نقول بقى الامبلس اند كوليجن. لما بتكلم على الامبلس يا اولاد في عندي 3 رولز، خلي بالكو. اول رول هنقول اف تايم تي، والاف ده الامبلس فورس وتي اللي هو التايم اوف كونتاكت، او نقول الامبلس انتجريشن اف دي تي، ده لما يكون الفورس فاريبل، او هنقول ام في داش ماينس ام في تشينج ان مومنتم،
يبقى لما حد يسألك هو الامبلس ايه الرولز بتاعتها، تقول له ثلاثة، يا اما اف تايم تي، يا اما اف طبعا اللي هو انتجريشن اف دي تي او تشينج المومنتم. الكوليجن احنا عندنا لو اوف كونزرفيشن اوف مومنتم، لو بادي تو باديز حصل كولايد وكل بادي مش لوحده، ام 1 في 1 بلس ام 2 في 2 ايكوال ام 1 في 1 داش بلس ام 2 في 2 داش. لو مشوا مع بعض 1 بادي يبقى ام 1 في 1 بلس ام 2 في 2 ايكوال زي ام 1 بلس ام 2 في داش. اخر تشابتر بقى يا اولاد، تشابتر 4 ورك باور انرجي، وتشابتر 4 كله في الصفحه الصغيره دي. هنقول الورك ايكوال اف دوت اس او اف اس كوزاين سيتا او انتجريشن اف دي اس. يبقى لما حد يسالك هي الرول ايه بتاعت الورك، تقول له الثلاثه دول، اما اف دوت اس لو كان عندنا فيكتورز، او اف اس كوزاين سيتا لو جايب لك ماجنيتيودو بتوين الاثنين انجل، او انتجريشن اف دي اس لو الاف فاريبل. طيب الباور ريت اوف تشينج اوف ورك، ما هو اف اس اللي هي الورك يا اولاد، يبقى الباور ديريفاتيف الورك. علشان كده لو عايز الورك اقدر اجيبه من الباور، يعني ممكن تزود هنا رول في الورك، لو كان الجيفن الباور يبقى الورك انتجريشن الباور. جميل، يبقى انا هقول له كده دي باي دي تي اف اس، او الباور عباره عن اف تايم في، ده لما تبقى الاف كونستانت، لان اف تطلع بره دي اس باي دي تي في. الانرجي بقى في عندنا كاينيتك انرجي هاف ام في سكوير، او البوتنشال انرجي نيجاتيف الورك او ام جي اتش. ده الرولز في الثلاثه. الريماركس اللي احنا قلناها ان الاف لو في فورس وفي ريزيستنس وطلب منك ورك دان، تقول اف ماينس ار تايم اس، يعني قلنا الاف تايم اس. طيب لو قال لك الورك باي ذا فورس بس، تقول له اف تايم اس فقط. طب لو الورك باي ريزيستنس فقط، نيجاتيف ار تايم اس. طب لو قلت لك ورك اجينست ريزيست اجينست الفورس، يبقى تقول لي باي فورس اف اس، زود لها نيجاتيف عشان كلمه نيجاتيف. عشان كده لو قلت لك اجينست ريزيستنس تقول لي نيجاتيف ار اس وحط لها نيجاتيف، تبقى بوزيتيف ار اس. برضو في الباور يا اولاد، لو طالع بماكسيمم نازل بماكسيمم ماشي بماكسيمم، الباور لا يتغير طالما ماكسيمم فيلوسيتي. والباور اوف ذا ماشين، لو جه في سؤال قال لك الماشين ده الباور بتاعها 5 هورس، تقول له اه يبقى دي معناها ان هي ماشيه بماكسيمم فيلوسيتي. لكن لو قال لك الباور كان مثلا ب 5 هورسز لما التايم ب 3، يبقى دي معناها ان لسه دي جاب لك باور في لحظه من اللحظات، يعني ده مش الباور بتاع الماشين نفسه. لان زي ما قلت لكم قبل كده يا اولاد، برضو خدوا بالكم، انا قلت لك قبل كده لما اقول التكييف انا بشغله بيبتدي ممكن اوطي التكييف، يبقى هو التكييف نفسه قدرته 5 حصان. انت بتقول كده التكييف بتاعنا ده 5 حصان، ومع ذلك انت موطيه، يعني انت مخليه شغال 2 حصان بس. يبقى ينفع الباور يبقى بيتغير لما السرعه بتتغير، لكن لما اقول لك التكييف ده شغال، ده التكييف ده 5 حصان، يبقى معناها لو وصل للماكسيمم فيلوسيتي يوصل للباور بتاعنا. يبقى احنا بنقول الباور بالهورس، امتى نقول لك الباور اوف ذا ماشين، تقول يبقى معناها ان ماشي بماكسيمم فيلوسيتي. لكن ده يبقى الباور ثابت سواء بقى طالع نازل ماشي انكلايند العربيه مهما كانت، طالما قلت لك ان ماشيه بماكسيمم فيلوسيتي فالباور لا يتغير. اما لو جيت قلت لك عربيه ماشيه بفيلوسيتي معينه، يبقى ممكن اجيب لها باور في الحاله دي، يبقى نقول الباور بتاعها بس. يبقى دي خلي بالك الباور ثابت فقط لو ماشي بماكسيمم فيلوسيتي، غير كده يبقى الباور بيتغير. يلا يا باشا، برضو من الحاجات المهمه في الانرجي ان عندنا تي ماينس تي نوت ايكوال ورك دان، ده اسمه برنسبل اوف ورك اند انرجي. لما يجي يقول لك لو سالك البرنسبل اوف ورك اند انرجي، يقول له تي ماينس تي نوت ايكوال الورك دان. طبعا البوتنشال بلس الكاينيتك ايكوال البوتنشال بلس الكاينيتك في اي مكان، الصم بتاع البوتنشال كاينيتك ثابت لو كان ما فيش ريزيستنس. يا اما بقى نقولها كقاعده ان جنرال، اللوزز في البوتنشال انرجي ايكوال انكريزز في الكاينيتك انرجي، ده لو ما فيش ريزيستنس وخلاص.
طب لو في ريزيستنس او اللي يبقى لوزس ان بوتنشال انرجي ايكوال انكريزس ان كاينيتيك انرجي بلس ورك اجينست ريزيستنس، يعني بلس ار تايم اس. اليونتس طبعا سيادتك عارف الورك جول او ارج، والجول 10 باور 7 ارج. عارف سيادتك ان الباور بيتقاس بالوات او الهورس، والهورس 75 تايم 9.8 وات، واللي حافظها 735 مفيش مانع، لكن انا بحب اسيبها كده على اساس لما تعمل كنسل تبقى سهله. الانرجي اصلا ability to do work، يبقى اليونتس بتاعت الانرجي هي اليونتس بتاعت الورك جول او ايرج. الديفينيشن يلا يا جميل، ديفاين ذا ورك، قول اهو حط ايديك على الرول ده، تقول سكيلر برودكت اوف فورس اند ديسبليسمنت. ديفاين ذا باور، اهو حط ايديك على الرول، ريت اوف تشينج اوف فور اوف ورك، يبقى الريت اوف تشينج اوف ورك وذ ريسبكت تو تايم ده نقول عليه الباور. الانرجي في كاينيتك في بوتنشال، الكاينيتك انرجي ورك كان بي دان ديو تو موشن، البوتنشال انرجي ورك كان بي دان ديو تو بوزيشن. كده خلصنا الجزء الاولاني اللي هو الرولز كلها بتاعت المنهج. يبقى ده كده راجعنا على الرولز بالكامل بتاعت الداينامكس اللي هم الفور تشابترز. يا رب كده يكون كده المعلومات بدأت تتلخص في مخك. قبل ما ندخل بقى على الاكزامز، معلش هدي لك سام سيلكتد بروبلمز اللي انا كنت كاتبها في الاخر، تعالوا نقولها مع بعض كده كام سؤال كده في السريع اللي ممكن يلخبطوا شويه او ممكن يبقى ما تاخدش بالك منهم. اول حاجه، لو جبت لك الباور وطلبت الورك في الاول 4 سكندز وفي الفيفث سكندز، طالما جبت لك الباور ان ترمز اوف تي وعايز الورك، تقول لي الورك هو عباره عن ريت اوف تشينج اوف باور. دي من المعلومات المهمه. طيب كويس، عايز الورك في فيرست 4 سكندز، يبقى انا هقول الورك فروم 0 تو 4 3 تي سكوير بلس 2 تي. اعمل انتجريشن لده يا جميل، فروم 0 تو 4 انتجريشن عادي خالص، وتعمل سبستيتيوت ب 4 ماينس 0 طلعت 8 جول. طب لو عايز الورك دان ان ذا فيرست سكند، في الفيفث سكند، الفيفث يبقى فروم 4 تو 5، يبقى تعمل انتجريشن عادي بس تقول فروم 4 تو 5 وتعمل سبستيتيوت ب 5 ماينس سبستيتيوت ب 4 تطلع الاجابه ب 70. ادي فكره من الافكار المهمه. دي بقى فكره صعبه شويه وعايزك تفهمني بهدوء. بص كده يا جميل، find the time the car of mass 1800 كيلوغرام، يبقى ده الماس، يبقى نكتب الماس ده. قال لك spend to reach to the velocity 63 كيلومتر بير اور، يعني العربيه ماشيه 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 في لحظه ما هيبقى الفيلوسيتي 63 كيلومتر بير اور. طبعا سيادتك عارف ان الكيلومتر بير اور دي من الممنوعات، عشان كده عملتها تايم 5 اوفر 18. انا عايز اقول امتى نوصل للفيلوسيتي ده اهي. وقال بقى، قال لك ان فروم ريست، يعني الفي نوت عندي بزيرو، وجايب لك الباور اوف ذا ماشين 75 هورس. خلي بالكو ده الباور بتاع الماشين 75 هورس، طبعا اكيد هنعملها تايم 9.8 تايم 75، وقال لك الفي نوت بزيرو والماس مدهولنا، عايز يجيب التايم في اللحظه دي. معلش خليكم معايا كده عشان نفهمها. انا هقول ادي العربيه ماشيه كده، احنا عندنا العربيه باديه فروم ريست، يبقى الفي نوت بزيرو. الفي ماكسيمم هنا ما اعرفهاش ولا اعرفها، بس جايب لك الباور، الباور في الفي ماكسيمم كانت 75 هورس. طيب هي الفيلوسيتي اصلا بتزيد، يعني هنا في في 1 هنا في 2 هنا في 3 في 4 وهكذا لغايه ما اوصل للفي ماكسيمم. في فيلوسيتي هنا كانت 63 كيلومترز بير اور،
بيسألك الفيلوسيتي ده ايه. لو خدنا تايم من هنا لغاية هنا التايم قد ايه؟ ده السؤال. هتقول لي انا ما عنديش معلومات، انا عندي معلومات الباور بس وما عنديش اصلا الفي ماكسيمم. واحنا عارفين اصلا ان الباور حاجة من اتنين، يا اما اف تايم تي اف تايم في، يعني الباور ايكوال اف تايم في يا ولاد، ده الباور اف تايم في، ادي حاجة. يا اما الباور بنقول دي باي دي تي لاف تايم اللي هو دي باي دي تي اف اس اللي هو الورك. طب ما انا استخدم، بس هنا ما عنديش الديسبليسمنت وما عنديش الفورس، طب ما انا اقول الورك واستخدم الشكل ده افضل. يبقى انا لو عايز اتكلم على ده يبقى انا هستخدم الورك، لان بالورك يا ولاد اقدر استفيد بالباور، اقدر اطلع منها التايم. هتقول لي ازاي؟ هقول لك دلوقتي، تعالى كده نحسبها. الورك ايكوال، يلا، الورك عبارة عن الورك هو عبارة عن الريت اوف تشينج اللي هو انتجريشن الباور. طيب لما اقول دلوقتي الورك ايكوال انتجريشن الباور، كويس قوي. طب ما الباور اللي هو لما عملت 75 تايم 9.8 تايم 75 وات، جبنا الورك اهو، كويس قوي. طيب الورك ايكوال تي ماينس تي نوت، تي حد كده، يبقى انا هبتدي ادخل الفيلوسيتي هنا وتي نوت بزيرو، يبقى الورك ايكوال الرقم ده اهو عبارة عن، هقول هنا تي ماينس تي نوت، يبقى الورك ايكوال ده الورك اللي احنا جبناه تي هاف ام في سكوير تي نوت اللي هي بزيرو، كويس قوي. من هنا كل حاجة معروفة الا التي، هنحسب التي، كويس قوي يا ولاد. يلا يبقى انا دلوقتي لما اجي اتكلم على الورك، بصوا بقى معايا علشان عايزك كده تاخد بالك، ان احيانا يا ابني يجيب لك الباور وانت تلاقي الباور، زي السؤال اللي فات ده، انت جاب لك الباور وانت محتاج اصلا الفيلوسيتي في لحظة ما، يبقى حول الباور لورك. ازاي؟ تقول لي انتجريشن. بعد ما اعمل انتجريشن جبنا الورك. الورك بقى عبارة عن ايه اصلا؟ احنا عندنا قانون اسمه principle of work and energy، تي ماينس تي نوت ايكوال الورك دان، كويس قوي. لما اقول تي ماينس تي نوت ايكوال الورك دان، يبقى انا هقول له تي هاف ام في سكوير، كده انا جبت الفيلوسيتي والورك اصلا ان ترمز اوف تي، كده يبقى حسبنا التايم، ممتاز. طيب معلومه تانية، علشان يبقى قلت لك انا بختار افكار كده سريعه ونشوف، عشان الرول اللي بقول لك البرنسبل اوف ورك اند انرجي من الحاجات المهمه اللي بتختصر لك قوانين كتير. يلا يا باشا، لما اجي اقول لك عايز اجيب هنا لو جيت قلت فيرتيكال تارجت بيتكون من تو لايرز، واحده 20 واحده 8، انا كنت قلت لكم وهنا في بوليت اطلق من هنا لهنا، البوليت ده دخلت في اللير الاولاني وبنتريتد 2 سنتيمترز في اللير الثاني، انذر بوليت فايرد، وبعدين البوليت ده بنتريت اللير الاولاني اللي هو كان 8 سنتيمترز ودخلت 4 سنتيمتر في هنا. المطلوب دلوقتي عايز يجيب الريشيو بين الريزيستنس والريزيستنس. احسن حاجة لده انك تستخدم اللي هي البرنسبل اوف ورك اند انرجي. يبقى انت هتقول له تي ات بي ماينس تي ات اي ايكوال الورك دان. الورك هنا اللي هو نيجاتيف ار 1 تايم الاس. جميل، نكمل برضو، احنا ما زلنا مع الفيرست بوليت، هنقول تي ات سي ماينس تي ات بي ايكوال ورك دان، وبعدين الورك نيجاتيف ار 2 في الاس اللي هي 2. اعمل اديشن يا جميل، هتلاقي التي ات بي تروح مع التي ات بي، كاينتيك ات سي زيرو، كاينتيك ات اي هاف ام في نوت سكوير، وهنا 20 نيجاتيف 20 ار 1 ماينس 2 ار 2.
طب تعالى للسكند بوليت، قول نفس الرول ده، تي ات اتش ماينس تي ات دي ايكوال ورك دان، ورك اللي هي نيجاتيف ار 2 تايم الديسبليسمنت اللي هي 8. طيب التي ات جي ماينس تي ات اتش ايكوال نيجاتيف الورك اللي هي 4 تايم نيجاتيف ار 1. اعمل اديشن برضه، تي ات اتش تروح مع تي ات اتش، الكاينتيك هتجيب زيرو لانها ستوبد هنا، وبعدين تانيه هاف ام في نوت سكوير. طب ما هنا هو كان قايل في السؤال ان البوليت ده والبوليت ده لهم سيم ماس وفايرد والسيم فيلوسيتي، يبقى ده ايكوال ده، يبقى فروم 1 اند 2 يبقى هاف ام في نوت سكوير هي هاف ام في نوت سكوير، يبقى عندي الاثنين دول ايكوال بعض، هقدر اجيب الار 1 مع الار 1 والار 2 مع الار 2، اقدر اجيب الريشيو بتوين الاثنين دول. حاجه كمان يا اولاد، لو جدي بقى من الحاجات المهمه اللي دي ممكن فيها تفكير كويس، بص كده، body of mass 5 كيلوغرام moves if the position vector r equal ده، find the work. يا خبر ابيض، work ده احنا عندنا انا اقدر اجيب الفورس الاول، ما هو الورك اف دوت اس. طيب الورك هنقول له كده الفيلوسيتي دي ار باي دي تي. طب لو حبيت اجيب الاس هتقول الاس هي الار، لان الاس عباره عن ار ماينس ار نوت، ار نوت بزيرو اصلا، يبقى الاس هي الار، فالفي ممكن نقول دي ار باي دي تي او دي اس، جبنا الفيلوسيتي، نجيب الاكسلريشن دي في باي دي تي، اف ايكوال ام اي جبنا الاف، عايز اجيب الورك. سؤال يا ولاد، سؤال، لو طلبت منك تحسب لي الورك، بصوا لي كده يا ابني، انا لما اقول الورك بنقول ثلاث حاجات، الورك ممكن اقول اف دوت اس، افتكر معايا السكرين اللي انا كنت عاملها لك ده، الورك اف دوت اس ده لو فيكتورز، الورك اف اس كوزاين سيتا، في الحالتين دول الاف كونستانت. طب لو كانت الاف فاريبل يبقى هنقول الورك ايكوال ايه، انتجريشن اف دي اس. انا قلت ايه تاني؟ الورك ايكوال انتجريشن اف دي اس. طب ده لو الفورس ان ترمز اوف اس، طب تعالى بص كده، انا عندي هنا مفيش اس، ده الاف ان ترمز اوف تي، طب اجيب الورك ازاي؟ الورك انا بقول لك اف دي انتجريشن اف دي اس، ده احنا عندنا هنا الاف فيها تي ما فيهاش اس، طب اجيبها ازاي الدي اس بقى عشان اجيبها؟ دي الفكره بتاعت السؤال، وده اللي عايزك تاخد بالك منه، ده ممكن يلخبطك، ممكن تلاقي نفسك انت واقف مش عارف تتصرف ازاي. تعال اقول لك انا بقى تعمل ايه. بص يا جميل، احنا قلنا هنا الورك اف دي اس، طب انا ما عنديش دي اس، انا عندي اف ايه، هل ينفع اكتب كده واكتب جنبها دي اس؟ لا. طيب احنا عندنا اصلا الار هي الاس، اتفقنا هنا عشان الار ده، ما انا عندي الاس اقدر اجيب دي اس دي احولها ان ترمز اوف تي، يلا نعمل ديريفاتيف ده، فاكرين ديفرنشال، هات دي اس يا باشا، تقول لي 6 تي سكوير اي بلس 2 تي جي دي تي، يبقى انا هروح هنا اف هكتب مكانها ده، وبدل دي اس كتبت ان ترمز اوف تي، يا سلام، يبقى بقت اف دي اس، ادي الاف الدوت وهنا دي، اعمل بقى ده دوت ده، لما بعمل دوت بعمل فيرست تايم فيرست اهو بلس سكند تايم سكند دي تي، كلها بقت تي، يبقى هنا دي تي وهنا تي، اقول الحمد لله كده اقدر اعمل انتجريشن عادي خالص كده. طيب كده يا ولاد هنقف لحظة فاصل ونرجع نستكمل، احنا كده خلصنا حاجتين، خلص او ثلاث حاجات كده، خلصنا الرول سمري والرولز، وخدنا اكزامبلز من عندي كده سيليكتد بروبلمز انا عاملها لك بحيث اللي فيها افكار اللي فيها تفكير، هنقف فاصل دقيقتين ونرجع بقى تاني نكمل سكول بوك اكزامز والبوكلت ان شاء الله بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا يا ولادي، احنا كده خلصنا في الجزء الاولاني حاجتين، السمري اند رولز للداينامكس كلها، اتكلمنا على السليكتد بروبلمز اللي ممكن يحصل فيها
يعني كده لخبطة، وأرجو إنك تكون خدت بالك. تعالى بقى ندخل على الجزء اللي هو الأيتم الثالث. إحنا قلنا عاملين 5 أيتمز، دي نمبر 3 سكول بوك إكزامز. يلا كده مع بعض، في عندنا في كتاب الوزارة في 5 إكزامز على الداينامكس، هناخد 2 منهم وندخل في البوكلتس. طيب بصوا يا أولاد، انت عندك في الكتاب من 1 ل 5 ده ستاتكس، من 6 ل 10 ده داينامكس. هنبتدي باكزام بتست 6 داينامكس. تعالوا بقى بص لي، اول حاجه هنا السؤال الاولاني بيقول لك كومبليت ذا مومنتم اوف ذا بادي اوف ماس 700 جرام. نصيحه يا ابني، خط على جنب كل جيفن تقراه، اكتب المعلومات بتاعته، المعلومات بتاعته في الداينامكس على طول، خد الجيفن على جنب هتلاقي الدنيا سهله معاك. الماس 700 جرامز طبعا، وقايل لك ماشيه في فيلوستي ميترز، هل الجرام والميترز يمشوا مع بعض؟ لا طبعا، فانا حولت دي على طول لكيلوجرام، وديت الفيلوستي 15 ميترز، جايب لك الاكسلريشن 2.5 ميترز بير سكند سكوير، وقال لك الكلام ده خدنا فيه 12 سكندز. من المعلومات دول عندك هنا في نوت وعندك اي وتي، اقدر اجيب الفي، حول ال V equal V naught plus AT، اعمل substitute حسبنا ال V. المومنتم اصلا mass time velocity، جبنا ال velocity يبقى اعمل ال mass times ال velocity، اجيب المومنتم، هو ده ال required. الطلب الثاني body of mass unity، يبقى هنقول ال mass equal 1 kilogram under action of force F، جايب لنا ال force F اهي، وجايب لك ال displacement. اول ما يجيب الاس اقدر اجيب الفي، دي اس باي دي تي، واجيب الاي دي في باي دي تي، وهقول له اف ايكوال ام اي. انا بستخدم الرول ده عشان الماس كونستانت، اما لو الماس فاريبل كان غلط لو استخدمت الرول ده. طبعا الاف عندنا اي بلس 3 اي بلس بي جي ايكوال ام تايم اي، طبعا الاي مع الاي تطلع الاي جبناها، والجي مع الجي كده جبنا البي. ادي سؤال تاني. حاجه تالته يا اولاد في الكومبليت، بيقول لك اف ذا تشايلد اوف ماس 35، بكتب الام ايكوال 35، الاكستنس اون ذا بريشر سكيل انسايد اليفت موفينج داون. اول ما قال موفينج داون جيت عامل ارو تحت كده، لان الاروز ده بتبين اتجاه الموشن، وذ اكسلريشن ادانا اكسلريشن 1.4. المطلوب عايز البالانس ريدنج، البالانس ريدنج اللي هي الابيرنت ويت، يبقى انا هقول له هو نازل، يبقى ام جي ماينس ان ايكوال ام اي، يبقى هقول له الان هو ده البالانس ريدنج ايكوال ام جي ماينس ام اي سبستيتيوشن. طبعا طلعت الاجابه بالنيوتن، هو عايزها ان كيلوجرام ويت، او معمل ديفايدد 9.8 اجيبها بالكيلوجرام ويت. تعال بص على اللي بعدها بقى كده، هنا بيقول في الاوبوزيت فيجر، في الاوبوزيت فيجر ده جايب ريليشن بين نيوتن، بين الفورس وبين الاس، جايب لك فورس مع الاس، جميل، وعايز الورك. احنا قلنا يبقى الورك انتجريشن على طول، لان الفورس فاريبل، الفورس بتزيد 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 وبعدين بتقل، وعايز فروم 0 تو 8 يبقى لغايه هنا بس، يبقى انتجريشن، الانتجريشن دي معناها اريا بتاع المنطقة دي بس، يبقى نجيب الاريا في المنطقة ده. طب ما المنطقة دي عبارة عن تريانجل، يبقى اريا في تريانجل هاف بيس تايم هايت، الهايت اهو 10 والبيس ب 8، يبقى كده حسبنا الورك. طب عايز الورك دان فروم 8 تو 12، يبقى من هنا لهنا، يبقى اجيب الاريا بتاع المنطقة التانية دي من 8 ل 12 احسبها، يبقى البيس ب 4 والهايت بتن، يبقى هاف 4 تايم 10، كده جبنا الورك دان في المنطقه دي. جميل، يلا ما زلنا في الجزء الكومبليت ده. بادي بروجكتد هوريزونتالي بفيلوسيتي 2.8، يبقى نقول له ده الفي نوت 2.8 متر بير سكند، على رف هوريزونتال بلين، الكوفيشنت اوف فريكشن يبقى الميو ب 1 اوفر 10، ذن ذا ديستانس ترافلد باي ذا بادي before it comes instantaneous at rest، يبقى البادي هيتوقف، يبقى الفي فاينل بزيرو. البادي هو بيتحرك فقط فيه ريزيستنس اللي هي ميو ان. في طريقتين لحل السؤال ده، حتى كاتب لك انا سوليوشن انذر سوليوشن.
الحل الجميل اولا انت عندك ال N equal M G، اجمل حل هتقول له T minus T minus T not equal ال work done. T الكينيتيك انرجي بزيرو لانه هيتوقف في النهاية، T not half M V not square equal ال work، ال work F time S اللي هو نيجاتيف R في ال S، ال resistance اللي هي ميو N time S. الميو عندنا، ال N عندنا، الاس عندنا، الام تروح مع الام، كده حسبنا كل حاجة عندي ما عدا الاس حسبناها. دي طريقة. ممكن واحد يقول لي لا انا هحلها بشكل تاني، اقول له يلا نيجاتيف ميو ان ايكوال ام ايه، الميو عندنا عند الميو الان اللي هي ام جي، ام جي ايكوال ام ايه، بكده حسبنا الاكسلريشن. بقى عندي الاي وعندي الفي نوت وعندنا الفي، اقدر اجيب الاس، اقول له في سكوير في نوت سكوير بلس 2 اي اس، حسبنا الاس. بعد ما حسبت الاس تقول الورك ايكوال، خلاص هو كان طالب الاس، خلاص مش محتاجين ورك ولا حاجه. نيجي للجزء الاخير السادس، جزء في الكومبليت، بيقول لك في الاوبوزيت فيجر ده 3 ام وده ام، عايز يجيب الاكسلريشن. طبعا سهله لو انت حافظ الرول على طول، لو مش حافظ الرول هتجيب الايكويشن اوف موشن M1 over M1 plus M2 times G، حسبنا الـ acceleration of motion طلعت ده. السؤال الثاني بقى يا باشا، locomotive of mass 30 tons، يبقى نكتب ادي الماس 30 tons، اكتب كده 30 tons، وطبعا دي ممنوعات، يبقى 30,000 كيلوغرام. starts moves from rest، يبقى الـ V not بزيرو، لازم اكتب هنا V not زيرو. قال لك resistance ومديك هنا الريزيستنس 1 اوفر 100 اوف اتس ويت، يبقى 1 على 100 ام جي. طيب وجايب لك كمان قال لك هنا وين ذا فيلوسيتي ريتش 90 كيلومترز بير اور، طبعا دي ممنوعات، يبقى هنا قال لك فايند اتس ماجنيتيود. قال لك بقى هنا فين، هنا 40 طبعا الكينيتيك انرجي قال هنا 441 كيلو وات. طيب جايب لك الباور، احنا بنقول الباور اف في الفي، وجايب لك الباور طبعا كيلو وات، هنعمل تايم 1000 تطلع بالوات، يبقى ادالك هنا الوات، انا اسف ادانا الوات، الوات ده الباور. طالما اداك الباور، الباور اف تايم في، عندنا الفي اهي وعندنا الباور، كده نقدر نحسب الاف. طب هو طالب ايه تاني؟ قال لك هات الفورس جبناها بس عايزها بالكيلوجرام ويت، يبقى نعمل ديفايدد 9.8 نحسبها. المطلوب التاني عايز يجيب الاكسلريشن، يبقى انا هقول له اف ماينس ار ايكوال ام ايه، اف جبناها، الريزيستنس عندنا ايكوال الماس عندنا، كل اللي ناقص الايه، كده حسبنا الاكسلريشن. ادي سؤال، تعالى بص للسؤال نمبر 2 بي، فورس اوف ماجنيتيود 20 نيوتن، يبقى هكتب الاف 20 نيوتن. اتس دايركشن ميكنج اكيوت انجل ساين 3 اوفر 5 تو ذا فيرتيكال داون. يا نهار ابيض، خلي بالكو ساين سيتا، اولا ده الفيرتيكال، ده الفيرتيكال، لو الفورس الفوق كده يبقى عامله مع الفيرتيكال انجل اب، هو قال لك فيرتيكال داون، يبقى الفورس عامله انجل لتحت كده، دي السيتا. وطبعا اول ما اشوف الاف بشيلها، هكتب اف ساين اف كوساين. جميل. فايند اكسلريشن اوف ذا بادي جنريتد اوف ذس اكشن اوف فورس، وبعد كده وعايز الرياكشن البيربنديكولار رياكشن. طب كويس، انا هقول له هو البادي بيتحرك، يبقى عندنا اف طبعا هنا هو قايل لك ان ده سموث بلين، سموث هوريزونتال تيبل، مهمه جدا، لان لو مش سموث هيبقى فيه هنا ميو ان، فهنا هقول له اف ساين سيتا ايكوال ام ايه، طبعا اف عندنا ساين سيتا ب 3 اوفر 5، كده حسبنا الاكسلريشن. طيب هو عايز الرياكشن، ان ايكوال اف كوساين سيتا بلس ام جي، اعمل سبستيتيوت طبعا، كده حسبنا الرياكشن. ده سؤال تاني. نمبر 3، تو بوديز اوف ماس 40 اند 60، تو سفيرز 40 و60، خلي بالكوا ده جرام وده جرام،
وهنا سنتيمتر يبقى جميل، مش هعمل سبستيوشن. قال لك الاثنين ماشيين في اوبوزيت دايركشن، دي 50 ودي 30، التو سفيرز كولايد وعملوا وان بادي، يبقى على طول حولوا ام 1 في 1 بلس ام 2 في 2 ام 1 بلس ام 2 في داش. طبعا هنا دي عشان في الاوبوزيت دايركشن كتبناها نيجاتيف 30، كده حسبنا الفي داش. جميل. رجعت بعد ما قال لك هات الكومن فيلوسيتي، then calculate magnitude of the force of the pressure between the two bodies if the contact time 1 over 49. عايز يجيب الامبالسيف فورس، او ما اقول له يبقى الامبالس حاجه من اتنين، اف تايم تي او ام في داش ماينس ام في. طيب الاف ده اللي احنا عايزينها، التايم اوف كونتاكت 1 اوفر 49. طب في داش اهي، طب الفي ناخد ده ولا ده؟ حسب ما هتاخد الام يا باشا. لو انت خدت الماس الحمراء يبقى الاف الفي كانت 50، لو خدت الزرقاء يبقى السيرتي. يبقى هقول له كده ام، انا هنا اخترت الزرقاء، يبقى ام اللي هي دي، في داش، في داش اللي هي ب2 ماينس في نيجاتيف 30، فماينس نيجاتيف نيجاتيف تطلع بوزيتيف 30. كده حسبنا الامبالسيف فورس وده المطلوب. اللي بعدها نمبر بي، ستون اوف ماس 20 كيلو جرام موفز اون رف هوريزونتال بلين وذ فيلوسيتي 8 and stopped due to friction. يبقى انا عندي كده ادي الماس ب 20، الفي نوت ب 8، وقال لك ان في فريكشن هيأثر الكوفيشنت اوف فريكشن اللي هي الميو ب 1 اوفر 5. عايز يجيب الورك فروم ذا فريكشن انتل ذا ستون ستوبد، يبقى عايز الورك باي ريزيستنس، يبقى الفي فاينل ب 0. اجمل حاجه يا اولاد، انا قلت لكم دي المسائل دي لها حلين، ممكن تقول له تي ماينس تي نوت ايكوال الورك، هو ده الورك اللي حصل باي ذا فريكشن، يبقى ولا تكتب ميو ولا احتاجها ولا نحتاج المسافه، يبقى هقول له تي هاف زيرو، تي نوت هاف ام في نوت سكوير، ده الورك اللي احنا عايزينه، سبستيتيوشن تطلع الورك. ده طريقه. طريقه ثانيه يا اولاد، ممكن واحد يقول لا انا عندي من المعلومات اللي عندي دي، هقول له ان ايكوال ام جي، كويس جبنا الان. يقول بقى نيجاتيف ميو ان ايكوال ام ايه، يبقى الميو عندنا، الان عندنا، والام كده حسبنا الاكسلريشن، في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 اس، حسبنا الاس. بعد ما تحسب الاس انت عايز الورك باي ريزيستنس، يبقى نيجاتيف ميو ان تايم اس، نيجاتيف ميو ان تايم اس سبستيتيوشن، حسبنا الديسبليسمنت. خلاص كويس قوي. كويستشن 4، بصوا بقى مسائل البولي، ده سكيل بان وزنه 15 شايل جواه بادي وزنه 250، يبقى دي على بعضها 265، في الناحيه الثانيه بادي 600، بدأنا الموشن ستارتد فروم ريست، يبقى انا على طول هقول له A equal M1 minus M2 على M1 plus M2 في الجي، M1 600 M2 التوتال ماس ده 265، حسبنا الاكسلريشن. طيب هو طالب بقى البريشر على السكيل بان وعايز البريشر على البولي. عشان اجيب البريشر على البولي لازم اجيب التي، هنجيب الايكويشن اوف موشن للبادي ده، هنقول احنا عندنا ام جي ماينس تي ايكوال ام اي، كده حسبنا التي. هو عايز البريشر على البولي يبقى اللي هو 2 تي، نقدر نحسبها. طب لو عايز البريشر على السكيل بان، هتقول السكيل بان ايه اللي بيضغط على كفه الميزان يا اولاد، البادي ده فقط، يبقى ما خدش الويت بتاعت السكيل بان. يعني بصوا لي كده يا اولاد، انا بقول هنا في كفه ميزان، في بادي محطوط على كفه الميزان، البادي ده هو بيضغط، طالما ان عايز اجيب البريشر على السكيل بان اجيب الماس بتاعت البادي نفسه، ماليش دعوه بالماس بتاع السكيل بان، يبقى هشوف الماس ده كام، ده اللي هو اجيب الام جي، ده الابيرنت ويت، ان اللي هو الرياكشن، ده اللي احنا عايزينه الرياكشن. هو السكيل بان ده كان طالع ولا نازل؟ لا كان طالع، يبقى نقول له ان ماينس ام جي ايكوال ام ايه. يلا يا باشا. يبقى هقول له هنا
ان ماينس ام جي ايكوال ام ايه، حسبنا الان بالداين، اعمل ديفايدد 9 ايه تي تطلع بالجرام ويت، عشان هو ده اللي كان مطلوب. اللي بعدها يا ولاد، هنا جايب لنا الماس 5 كيلو جرام، قال لك سلايدز على بلين عامل انجل 24 ومايل على الهوريزونتال. طبعا هنا جايب لك كده الانجل الانكلاينيشن ب 24 على الهوريزونتال، والبادي سلايدز داون ومشي مسافه 1.5 مترز، وجايب لك الكوفيشنت اوف فريكشن. كالكوليت ذا ورك دان باي ذا فريكشن باي ذا ويت باي ذا رياكشن، ومديك الفيلوسيتي ب 2.2. يبقى انا عندي البادي سلايدز داون. طيب كويس، وبعدين عندنا هنقول هنا ان ايكوال ام جي كوزاين، كده جبنا ام جي كوزاين. هنقول ام جي ساين سيتا ماينس ميو ان ايكوال ام ايه، حسبنا الاكسلريشن. في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 اي اس، حسبنا الفي، ده كان المطلوب، عايز الفي هنا. عايز الورك باي ريزيستنس، ده كان الطلب الاولاني الفي جبناه. الورك باي ريزيستنس قول له نيجاتيف ميو ان تايم اس، الميو عندنا الان جبناها، يبقى كده جبنا الورك باي ريزيستنس. طب لو عايز الورك باي ذا ويت، الويت ام جي ساين سيتا، هو البادي نازل ولا طالع؟ نازل، يبقى الام جي ساين سيتا في اتجاه الموشن، يبقى هقول له ام جي ساين سيتا تايم اس. جميل، حسبنا الورك. طب عايز الورك باي رياكشن، هقول له ان الرياكشن اللي هو الان في الاس، تبقى عيب قوي عليك لان الرياكشن بيربنديكولار على الاس، يبقى الورك باي رياكشن زيرو. نمبر 5 يا اولاد، بادي بليست على توب اوف سموس انكلايند بلين، طول البلين ب 40، الهايت اوف ذا بلين ب 10، وقال لك ده سموس. وبعد كده قال بعدها ان اذا كان البلين ده رف والريزيستنس بتاعته ب 1 اوفر 5، عايز يجيب الفيلوسيتي هنا لو كان رف، عايز الفيلوسيتي هنا لو كان سموث. جميل، هنا هنقول لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي، هنقول بقى اللوزز في البوتنشال، البادي هنا كان فيه هايت، لما يوصل هنا الهايت بقى زيرو، حصل لوزز في البوتنشال، ده ايكوال الانكريز في الكاينتيك، يبقى نقول ام جي اتش ايكوال هاف ام في سكوير، احسب كده حسبنا الفي. طبعا ده الفيلوسيتي لما كان سموث. طب ما تيجي لو كان البادي ده، لو كان البلين ده رف، يبقى لما نقول نفس اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي، هقول لوزز في البوتنشال انرجي ايكوال انكريزز ان كاينتيك انرجي بلس ورك اجينست ريزيستنس بلس ار تايم اس، يعني ام جي ساين ام جي اتش، ده اللي هو البوتنشال انرجي، لوزز في البوتنشال انرجي، الكاينتيك انرجي هاف ام في سكوير بلس ار تايم اس. كل حاجه عندي، اعتقد كده جبنا الفي اللي احنا كنا عايزينها. اكيد الفي دي اكبر من الفي دي اكيد. يلا يا باشا بعدها، هنا بيقول بادي اوف ماس 16 ماشي على لاين، جايب لك الاكسلريشن اهي. اول ما يجيب لك الاكسلريشن، طبعا هو عايز المومنتم من 2 ل 4، هنقول مومنتم انتجريشن فورم 2 تو 4، اللي هو المفروض اف. المومنتم اصلا يا ابني عباره عن مين؟ فورس اوف فيلوسيتي، فانا عنديش الفيلوسيتي، عندنا الفورس اللي هي الام اي، والاي عندنا، يبقى عملنا انتجريشن طبعا فورم 4 تو 2، وعايز الانتجريشن فورم 5 تو 8، نفس الكلام. ده اكزام 6 يا اولاد. اكزام 10 الاخير بقى، طب ما هو نفس الكلام. بصوا بقى سريعا بقى عشان عايزين نقول البوكلتس، همر بسرعه شويه. جايب لك فورس انكلايند، هتقول هو ماشيه بيونيفورم فيلوسيتي، اول ما تقرا كلمه يونيفورم فيلوسيتي يبقى الفورس قد الريزيستنس، يبقى اف كوزاين 30 ايكوال ار، كده حسبنا الريزيستنس. طيب الجزء الثاني جايب لك فورس 5 تايم 9.8 الماس 49، قال لك البادي ستارتد فروم ريست لمده 3 سكندز، كده هنقدر نحسب الاكسلريشن. ولما اجيب الفيلوسيتي، كان طالب الفيلوسيتي طبعا سهله نقدر نجيبها، معلش انا هتكلم اسرع شويه عشان نوصل للبوكلتس. جايب لك هنا 3،
هنا ام وهنا 3 ام وهنا 3 ام، اكيد البادي هيتحرك في الاتجاه ده، يبقى الاكسلريشن على طول ام 1 ماينس ام 2 اوفر ام 1 بلس ام 2، حسبنا الاكسلريشن. طب هو طالب الفيلوسيتي بعد 2 سكندز في ايكوال في نوت بلس اي تي، حسبنا الفيلوسيتي. هنا بيقول لك شيل اوف ماس 45 جرام ماشيه بيونيفورم فيلوسيتي اوف ماجنتيود ده، then its kinetic energy سهلة. هتقول لي احنا عندنا الكينيتيك انرجي هاف ام في سكوير، بس خلي بالك الفي دي هنحولها، يبقى اعملها تايم 5 اوفر 18، احسب تطلع الكينيتيك انرجي. اللي بعدها يا ولاد، ماشين داز ورك في يونيفورم ورك ات ريت، يبقى ده ريت اوف تشينج اوف ورك بير مينيت، لا بير مينيت، يبقى احنا بنحب، احنا عارفين دايما ريت اوف تشينج اوف ورك هو مديهولنا ده، بس قال لك بير مينيت، شيل بير مينيت ده وخليها بير سكند، يبقى تعمل ديفايدد 60. ده اللي هو الريت اوف تشينج اوف ورك. طب ما احنا عارفين اصلا الديفينيشن بتاع الباور هو ريت اوف تشينج اوف ورك، يبقى ده اهو هو الباور. جميل، الباور ده بالوات هو عايز يجيبه بالهورس، يبقى ديفايدد 9.8 ديفايدد 75. جميل، حاجة تانية سريعة، بول اوف ماس 300 جرام ماشية هوريزونتال كولايد بفيرتيكال وول ريباوندد، قال لك لما ريباوندد لوزس 2 اوفر 3 اوف اتس فيلوسيتي، فقدت تلتين الفيلوسيتي، يبقى الباقي لها التلت، يبقى هي ماشيه بفيلوسيتي 60، لما ترجع ترجع ب 1 ثيرد الفيلوسيتي دي لانها فقدت ال 2 ثيرد، يبقى نقول نيجاتيف 1 ثيرد، ده نيجاتيف عشان ريباوندد، 1 ثيرد اللي هو 60 يعني راجعه ب 20، يبقى هي داخله خبطت ب 60 رجعت ب 20. هو عايز يجيب التشنج في الكاينيتيك انرجي، تشنج ان مومنتم، اسف، تشينج ان مومنتم ام في داش ماينس ام في، اعمل بقى ام في داش ماينس ام في هتحسب لي تشينج ان مومنتم. طيب السؤال الثاني يا اولاد، جايب لك اف 1 جايب اف 2 اف 3 وانت مغمض، هات التوتال فورس، هات النت فورس اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3 جبناها، هتقول جايب لك الديسبيسمنت، هتقول نجيب الفي دي اس باي دي تي، نجيب الاي دي في باي دي تي، F equal MA، الF عندنا والماس عندنا، طالما الماس كونستانت خلاص يبقى نستخدم الماس كاتب 1، يبقى استخدمت الرول ده، لو الماس فاريبل ما كانش ينفع نستخدم ده، كنا هنقوله F equal D by DT MV، الI مع الI تطلع البي، الجي مع الجي تجيب الA، كده جبنا الF. عايز الورك F dot F time S، F dot S اعمل الI مع الI تايمز الجي مع الجي تطلع الورك. دي مساله ظريفه يا اولاد، قال لك 40 و30 في نفس السيم ليفل، دي طلعت ودي نزلت، طيب لما دي تطلع ودي تنزل هنجيب ايكويشن اوف موشن لده، ايكويشن اوف موشن لده. بالنسبه للبادي طالما في بولي هنا في تي وهنا في تي، هي دي نازله، يبقى انا هقول له 40 جي ساين 30 ماينس تي ايكوال 40 اي، طب دي طالعة يبقى تي ماينس 30 جي ساين سيتا ايكوال 30 ايه، اعمل اديشن حسبنا الاكسلريشن. جميل، سؤال، هما الاتنين كانوا هنا، دي كانت موجودة هنا نزلت المسافة، دي طلعت نفس المسافة دي، كويس قوي، انا عندي الفي نوت زيرو، عندي الاكسلريشن اهو، يبقى انت وعندي التايم 1 سكند، يبقى انا هعمل سابستيتيوشن، هجيب الاس ب 35، المسافة دي 35، المسافة دي 35، هو اصلا طالب الفيرتيكال ديستانس، طالب الفيرتيكال ديستانس ده هي كلها. طب كويس، طب ما نقدر اقول دي 35 تبقى دي 35، ليه؟ عشان دول بارلل، الانجل دي 30 تبقى دي 30، السايد ده هو اوبوزيت تو 30، يبقى ده هاف هايبوتنس، يبقى الفيرتيكال ديستانس بتوين التو باديز يا اما اقول له 70 ساين 30 او اقول 70 في سيرت او اقول له ده هاف هايبوتنس تطلع 35. فكره جميله. طيب اللي بعدها، لوكوموتيف
moves horizontally under action of resistance proportional to the square the velocity. R proportional مع ال V square يا ولاد. يبقى R1 over R2 V1 square over V2 square. جايب لك R1 فقط وجايب V1. احنا متعودين يجيب لنا الثلاث حاجات. يجيب لك R1 وV1 وV2 انت تطلع R2، او يجيب لك R2 يجيب V2. هنا للأسف جاب اتنين بس، يبقى أنا هضطر أعمل substitute هنا وأجيب الـ R2 in terms of V2. اعمل cross multiplication جبنا الـ R2 أهي. طب كويس، أنت عندك الـ V maximum، خلي بالك الـ R ده أهي بالكيلوجرام ويت، بس أنت ضربتها في 9.8 يبقى دي بالنيوتن خلاص، لأن إحنا حولناها. ال V maximum يبقى ال F قد ال R، يبقى ال F نفس المقدار ده اهو. طب انت عندك الباور F تايم V، هو جايب لك الباور ب 400 هورس. طبعا هورس دي ممنوعات، عملتها تايم 75 تايم 9.8 ال F اهي. وال V maximum اهي V تايم V ب V كيوب. اعمل يا جميل، شيل ده مع ده، وبرضه هنا اعمل سمبليفاي، اعمل ده تايمز ده ديفايدد 162، هتطلع الاجابه بالرقم الكبير ده. هات الفي ماكسيمم اعمل لها كيوبيك روت، تطلع 50 اوفر 3 مترز بير سكند. دي من الافكار بتاعه الباور المهمه. طيب ده احنا قلنا الفكره دي من شويه في الجزء الاولاني في الحلقه، ان هنا كان جايب لك بوليت وبوليت تانيه. طبعا هنستخدم البرنسبل اوف ورك اند انرجي. انا هضطر امشي اسرع شويه لان دي لسه قايلين الفكره دي في الجزء الاولاني في الحلقه. كده جبنا الريشيو بين الار 1 والار 2 طلعت 1 اوفر 7. كويس قوي. تعالوا بقى بص كده يا اولاد لدي. هنا بيقول ان في بادي فولز من هايت 480 على بادي 120. انتوا عارفين يا اولاد، بصوا لي، لما اجي اتكلم، لما يجي يحفروا بير بترول، او لما يجوا عايزين يعملوا كده حاجات في، لما تدخل هندسه ان شاء الله لكن انت عايز تعمل كده في الارض، تحط حاجات كده اعمده في الارض، فبيحط العمود ويجيب هامر، الهامر ده يرتفع ويسيبه يقع، وبيقع يخبط يدخل العمود في الارض، الهامر يطلع تاني يسيبه يقع يخبط يقع ينزل 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 ده. فهنا قال لك ان في مسافه بينهم، وده سيبناها فولز، هيخبط هينزل في الارض. ده كده تعالى كده سريعا، فهنا بيقول ان الديستانس دي كانت 2.5 مترز، فدي هتنزل من الارتفاع ده، هتنزل يبقى دي فولز، يبقى الجي ب 9.8 والفي نوت بزيرو. هنعمل في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2. جبنا الفي لحظه الخبطه، الاثنين هيبقى يعملوا 1 بادي وينزل مع بعض، يبقى ام 1 في 1 في 1 اللي هي 7، ام 2 في 2 اللي هي كانت اتريست بزيرو. طبعا ام 1 بلس ام 2 في الاثنين دول مش 1 بادي، يبقى هتطلع ام 1 بلس ام 2 في الفي داش. كده حسبنا في داش، هنا ما اقولش في 1 ولا في 2 بقى، يبقى دي المفروض يكتبها ام 1 بلس ام 2 في داش. طلعت الفي داش. في داش دي تعتبر في نوت للبادي ده لما يجي يدخل جوه الارض. طيب يبقى هو هنقول هو طالب الامبلس الاول، الامبلس ام في داش ماينس ام في، عايز يجيب الورك باي ريزيستنس، هتقول له تي ماينس تي نوت ايكوال الورك دان. الورك عباره عن نيج ام جي. لما حد يقول لك هات الورك، هتقول الورك اف تايم اس. مين الاف؟ ام جي ماينس ار تايم الاس. هو جايب لك الديسبليسمنت ب 24 سنتيمتر، يعني 0.24 مترز. كده حسبنا الريزيستنس اوف ذا ايرث. يلا سريعا، هنا بيقول لك بادي، البادي ده سلايدز، عايز يجيب الفيلوسيتي هنا. طبعا سهله، تي ماينس تي نوت ايكوال الورك دان. ده اجمل قانون واسرع قانون تستخدمه هتجيب الفي. طب لو البادي ده بروجكتد لفوق، هتستخدم نفس الرول ده، تي ماينس تي نوت ايكوال الورك دان، تي بزيرو لان هيبقى ستوب. كده هتقدر تجيب الفي نوت. السؤال نمبر 5 يا اولاد، جايب لك هنا الاف
طبعا دي انكلايند، هنعمل اف كوزاين اف ساين، وعايز الورك باي ذا فورس يبقى اف كوزاين سيتا تايم اس، هنجيب الاف وطبعا كده تقدر تجيب الريزيستنس. جميل. وده طبعا بيقول لك تشايلد محطوط في طفل اهو محطوط جوه الاسانسير، جوه الاسانسير، وده في سكيل. ده بيقول لك البالانس ريدنج كانت ب 24 كيلو جرام واتضربتها في 9.8، والاكسلريشن جايبها لنا، يبقى عايز يجيب البريشر، يبعت له ان هو طالع، يبقى ان ماينس ام جي ايكوال ام اي، كده هنقدر نحسب الان. كده حسبنا الان. جميل. ندخل بقى في الجزء الرابع، بقى في الربع ساعة اللي باقي في البوكلتس اللي موجودة السنة دي يا أولاد. في بوكلت 2018 سريعا أول سؤال جايب لك الإكس، طبعا هنا لما تحب تجيب الفي دي اس باي دي تي أو دي إكس باي دي تي، حسبنا الفي. هو بيقول لك دلوقتي إن عايز يجيب بعد ما جبت الفي الفيلوسيتي ستوب، لما يبقى 2 يبقى هو طالب منك ان امتى الفيلوسيتي هيتغير اتجاه الموشن. ما هو انا قلت لك قبل كده يا ابني سريعا كده، معلش، لو البادي بيتحرك وعايز يرجع لازم الفيلوسيتي ستوب، يبقى هو بدل ما يقول لك فايند ذا تايم لما الفيلوسيتي ستوب، قال لك فايند التايم اللي الفيلوسيتي تشينج اتس موشن، يبقى معناها ان الفيلوسيتي ستوب، يبقى الفي بزيرو هتطلع التايم. السؤال الثاني ده في بوكلت اللي موجود السنه دي، احنا عندنا 3 بوكلتس يا ولاد، ده بوكلت 1 جايب لك الفي. طبعا هتقول له احنا عندنا عايز اجيب الاكس، الاكس عباره عن في دي في دي تي، لان طالما الفيلوست عايز تجيب الديسبيسمنت اعمل اكس، اعمل انتجريشن، عملنا انتجريشن طلعنا ده، طلعت السي، عايزين نجيب السي، هنقول له لما التايم بزيرو، لان هو بيقول لك لما التايم بزيرو كانت الاكس ب 1، كده حسبناها. وعلى فكرة كان ينفع احل السؤال بطريقة تانية، ان ممكن كنا عملنا انتجريشن فروم 1 تو اكس، وهنا فروم 0 تو تي كان هطلعنا نفس الريليشن دي. اللي بعدها هنا جايب لك الاكس ماشية بالشكل ده. طيب يبقى انا عايز اجيب الفي دي اكس دي، طبعا هنعمل ديريفاتيف، لما التايم بسري حسبنا الفيلوسيتي، طيب لما التايم ستوب ده هنحسب التايم، لما الفيلوسيتي ستوب حسبنا التايم، الاكسلريشن دي في باي دي تي، احسب الاكسلريشن، وعايز الاكسلريشن لما كانت التايم ب 1.5 سكندز، كده حسبنا الاكسلريشن. طيب اللي بعدها يا اولاد كده جايب لك هنا في المساله بيقول لك مومنتم، جايب لنا المومنتم اهو، وجايب لك الفيلوسيتي، اظن سهله قوي. طب ما المومنتم ام تايم في، يبقى هنعمل الام تايم في نطلعها. كويس قوي. الجزء الثاني دي يا اولاد، لما اللي بيقرا فيكم خلي بالكم ان دايما في بيجي سؤال انجليش جنبيه العربي الترجمه بتاعته، في السؤال الانجليش كان فيه غلطه يا اولاد، اللي بيقرا ذاكر فيكم البوكلت ده، كانت هنا دي 5 اي، لا هي 5 جي، دي كانت فيه غلطه هنا في الانجليش، فانا عدلتها لكم اهو زي العربي. لان العربي هو الاصل، ده مترجمه منه كان فيه غلطه. انت هو بيقول لك يونيفورم فيلوسيتي، اول ما اقول يونيفورم فيلوسيتي يبقى الريزلتنت بزيرو، اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3 ايكوال زيرو، جمع يا جميل الاي مع الاي مع الاي والجي مع الجي والكي مع الكي، حسبت كده الاف، حسبنا الاف 3. بعد ما حسبت الاف 3 خلاص هو عايز الماجنتيود، الماجنتيود سهله، ماجنتيود الفورس يبقى روت ده سكوير ده سكوير، هتطلع الماجنتيود. يبقى انت عدل دي، لانك لو ما عدلتهاش مش هتلاقي اجابه من الاربعه. واحده تانية جايب لك الابيرنت ويت وجايب لك الريل ويت. طب ما ده الابيرنت ويت وده الريل ويت، هقول له الابيرنت ويت قد الريل ويت، يبقى حاجه من اتنين، يا اما البادي ده اتريست يا اما موفينج وذ يونيفورم فيلوسيتي. طيب حاجه تانية يا اولاد، بادي محطوط على انكلايند بلين وجايب لنا ساين ثيتا ب 3 اوفر 5 يبقى كوزاين ثيتا ب 4 اوفر 5 والماس ب 10، اكتب البيانات، انا قلت لك نصيحه اكتب البيانات، وجايب لك الفورس. طيب كويس، فايند ماجنتيود of the direction of the acceleration generated، وجايب ايه تاني في المسألة؟ انت هتقول هنا طبعا هنا في ام جي ساين ثيتا وفي فورس، لما اقول لك هنا
انا حسبت ام جي ساين سيتا الاول اللي هو البادي قال لك بليست وفي فورس بتشده. طب ما لو كانت الام جي ساين سيتا اكبر من الاف يبقى البادي هيبقى نازل لتحت، لكن انا لقيت الام جي ساين سيتا بعد ما حسبتها اقل من الفورس، جيت قال يبقى البادي موفينج اب. عايزين نجيب بقى يبقى الدايركشن بتاع الاكسلريشن لفوق، يبقى هنقول له اف ماينس ام جي ساين سيتا ايكوال ام ايه، حسبنا الاكسلريشن دي الماجنتيود والدايركشن بتاعها لفوق. طيب ال n ايكوال ام جي كوزاين سيتا، حسبنا ال n لانه كان طالب الرياكشن. سؤال تاني يا ولاد بقى سهل بقى، جايب لك الماس وجايب لك فورس انكلايند هنعمل لها ريزوليوشن، وطبعا طالما بادي بيتحرك هتقول جايب لك هنا ايه البيانات اللي عندك، عندك في نوت، عندك اف، عندك اس، عندك تي. طالما عندك الاس والتي والفي نوت ثلاث معلومات تعرف تجيب الاس وانت تعرف تجيب الاكسلريشن وانت مغمض. بعد كده هو طالب هتقول له ان بلس اف ساين سيتا ايكوال ام جي، من هنا قدرنا نحسب الرياكشن. طيب بعد ما جبنا الان نستفيد ايه؟ ان كده هنقول له اف كوزاين سيتا ماينس ميو ان ايكوال ام اي، كده حسبنا الكو اوفيشنت اوف فريكشن ده اللي كان طالبه. مساله جميله. طيب نمبر 9 يا اولاد، قال لك ان في فورس قيمتها 16 كيلوغرام ويت، طبعا اعملها تايم 9.8، وقال لك التايم اوف كونتاكت 1 اوفر 4. عايزين نجيب الامبلس، الامبلس اف تايم التايم اوف كونتاكت حسبناها. نمبر 10 ده سموس بولي، طبعا ايه ايكوال ام 1 ماينس ام 2 ام 1 بلس ام 2 حسبناه ده. بعد قال لك ان الحبل ده هو قطع بعد 1 سكند، حسبت الفي وحسبت الاس. جميل، يبقى الفيرتيكال ديستانس بتوين التو باديز، طبعا احنا الاس ده 70 دي نزلت 70 ودي طلعت 70، يبقى الفيرتيكال ديستانس ب 140. نيجي بقى بعد انقطاع الحبل بنقول دايما النازل يفضل نازل، الطالع يفضل طالع شويه وبعدين ينزل. تعالى بقى بالنسبه للفيرست بادي ده نازل، يبقى الفي نوت بتاعته وهنجيب الفي نوت هنا هي نفس الفي نوت ده اهي 140، هنا الفي نوت نيجاتيف 140. ليه؟ لانه طالع وبعد كده هينزل، يبقى في اتجاهين عكس بعض. خد الفي نوت بالنيجاتيف يبقى تاخد الاي بالبوزيتيف او الجي بالبوزيتيف والاس بالبوزيتيف. التايم 1 سكند، التايم 1 سكند، الجي بوزيتيف، الجي بوزيتيف. هنجيب الاس 1 ونجيب الاس 2. اس 1 طلعناها، اس 2 طلعناها. يبقى الديستانس بتوين التو باديز، حد فاكر يا اولاد الكلام اللي قلته لكم؟ يبقى اس 1 بلس 140 ماينس اس 2، جبت كده سيادتك الديستانس بتوين التو باديز. طيب حاجة تانية، بادي الماس بتاعته 400 وطبعا مربوط في بولي وجاية كده، يبقى انا هقول له ايه ايكوال ام 1 اوفر ام 1 بلس ام 2، حسبنا الاكسلريشن. هات الايكويشن اوف موشن بتاع البادي ده اهو، تي ايكوال ام ايه. طب لو جبنا ده هنقول ام جي ماينس تي ايكوال ام ايه، فدي اسهل، جبنا التي. عايز البريشر يبقى روت 2 تي، ده البريشر على البولي وخلاص. جايب لنا الاف اهي، اف 1 اف 2 اف 3، طبعا على طول نجيب التوتال فورس جبناها، وعايز الامبلس اف، مدينا هو الامبلس، يبقى نحول الامبلس اف في تي، اعمل كومبيرنج هتاخد الاي مع الاي، الجي مع الجي، طبعا حسبت الاكسلريشن خلاص. وكده جبنا الاي والبي، يبقى هو عارض الاي بلس بي، اعمل ده بلس ده جبناها. نمبر 12 طبعا مسألة كوليجن خلاص سهلة، ام 1 في 1 ام 2 في 2 ايكوال ام 1 بلس ام 2 في الفي، بس هنا كان جايب لك الامبلس، الامبلس اون ذا فيرست سفير، يبقى تجيب التشنج ان مومنتم في الفيرست. لو قال لك امبلس اون ذا سكند كنا جبنا تشنج ان مومنتم في السكند، من التشنج ان مومنتم جبنا الفي داش، جبنا الفي ده اهي بتاعت السفير بعد الخبطه. كده هنقدر نستخدم اللي هو اللو اوف كونزرفيشن اوف مومنتم، نجيب الفي 2 داش. اللي بعدها يا ولاد جايب لنا الفورس وجايب الاس، طبعا عايز الورك، الورك طالما الفورس فاريبل يبقى انتجريشن اف دي اس، واعمل انتجريشن عادي هتطلع الورك بسهوله، طلعت 18. نمبر 14 يا ولاد جايب لك الفيلوسيتي، جبت الماجنتيود. طب بعد كده
بعد ما جبت الماجنتيود اوف ذا فيلوسيتي عايز الكاينيتيك انرجي هاف ام في سكوير، هتطلع الجيفن ده. رقم 15 جايب لنا الفورس وجايب الاس، يبقى الورك اف دوت اس، هنعمل اف دوت اس اضرب فيرست تايم فيرست وسكند تايم سكند. عايز الباور، الباور دي باي دي تي للورك، ديريفاتيف الورك، عملنا ديريفاتيف الورك، حط التايم ب 3 حسبنا الباور لما التايم يبقى 3 طلعت 31. بادي اوف ماس 10 البادي ده سلايدز داون، يبقى انا عندي الماس وعندي الاس وعندي الكو افيشنت اوف فريكشن، اقدر اجيب الان. ليه جبنا الان؟ عشان لما نيجي نتكلم الورك باي ذا ويت هنقول له ام جي تايم سيتا في الاس، عايز الورك باي ريزيستنس نيجاتيف ميو ان تايم اس، واحنا جبنا الان من شويه نقدر نجيب ده الريزيستنس. نمبر 17 قال لك الماس ب 2 تونز، يعني طبعا 2 تايم 9 تايم 1000. طيب هو بيقول لك الماس جبناها وعندنا الفيلوسيتي، الفيلوسيتي طبعا دي ظبطناها، الفيلوسيتي ما ينفعش طبعا دي ممنوعات، وجايب لك الريزيست يقول لك ماشيه بيونيفورم فيلوسيتي، يونيفورم فيلوسيتي يبقى الاف قد الار، اتكررت الفكره دي يا اولاد كذا مره. طب الباور اف تايم في كده جبنا الفي وعندي الاف اللي هي قد الار، وطبعا ديفايدد 9.8 ديفايدد 75 لان هو كان طالبها بالهورس. جميل، اخر سؤال يا اولاد فورس انكلايند، طبعا دي قلنا الفكره بتاعتها نعمل اف كوزاين اف ساين ونقدر نجيب الورك باي ذا فورس. دي مساله سيمبل بوليز، هو خلي بالك هنا كان بيقول لك جاوب سؤال واحد بس، يا تجاوب ايه يا تجاوب بي، في الامتحان تبص على الاثنين وتختار الاسهل، تجاوب لك الاسهل، اختار انت الاسهل. يبقى هيقول لك سيمبل بوليز، البولي بتتحرك كده، الديستانس دي 80 ودي كلها معرفهاش، طب ما هي دي 80 80 80 دي 30 لان دي كلها 120 يعني 60 يبقى دي 30، يبقى ده هاف هايبوتينس يبقى ده 40، طب دي كلها 80 يبقى 40، يبقى الهايت ب 40. جميل، يبقى انت هتقول عند البوينت ايه هتقول له البوتنشال انرجي ام جي اتش، الاتش ب 40 كده جبنا البوتنشال انرجي. عايز الكاينيتيك انرجي هنا او الفيلوسيتي هنا، هنقول الكاينيتيك بلس البوتنشال قد الكاينيتيك بلس البوتنشال، وكده حسبنا الفيلوسيتي هنا. طيب سؤال يا اولاد نفس السؤال ده اهو بتاع السيمبل بوليز، بصوا مره جابها لهم كده قال لهم سيمبل بوليز الانجل دي سيتا ودي سيتا، وقال لهم تان سيتا ايكوال 3 اوفر 4. جميل، وقال لهم بقى هنا جاب لهم ال ده الحبل ده كان طوله 50 مترز. طيب يبقى انا هقول دي لما تتحرك، لما دي تتحرك هنا انا هنزل بيربنديكولار، اقول تان سيتا ب 3 اوفر 4 تبقى دي 5، ال 5 بقت 50 يبقى دي 40 يبقى دي 30، دي كلها 50 ودي لوحدها 40 يبقى الهايت ب 10 كده، يبقى انا حسبت الهايت، يبقى بدل ما جاب لنا سيرت حسبت الهايت. سهله بقى، لو انت عايز تجيب الفيلوسيتي هنا يبقى تقول له الكاينيتيك بلس البوتنشال قد الكاينيتيك بلس البوتنشال، وكده تقدر تجيب الفيلوسيتي هنا. طب البوتنشال هنا ام جي اتش، ام جي اتش والاتش اللي احنا جبناها ب 10. جميل، ده الاولى. تعالوا بقى يا اولاد بوكلت 2 سريعا في على حسب الوقت اللي باقي، بص بقى معايا بسرعه جدا عشان ده خلاص باقي دقايق. يبقى هنا هنقول ده الطالب ده جايب لك الفي، هتجيب طبعا الاس تعمل انتجريشن، وخلي بالكوا لو طلب ديسبليسمنت غير لو طلب ديستانس، لما يقول لك ديسبليسمنت انتجريشن، لو طلب ديستانس انتجريشن بس تعمل ابسليوت، خلي بالكوا. طيب هنا جايب لنا الفي نوت والاي، هتقول له الدي في ايكوالز لما تعمل انتجريشن للاس، طبعا لما تعمل انتجريشن للاي عشان تجيب الفي. وبصوا يا اولاد الفي من في نوت لفي، والاي والتي اللي فيها تي من زيرو لتي، في نوت كانت ب 2 كده حسبنا الفي. اعمل بقى ديريفاتيف هتطلع الاس، اعمل انتجريشن خلاص كده نقدر نجيب الديسبليسمنت بسهوله. السؤال الثاني رد على حسب الدقيقتين اللي باقيين لنا بسرعه كده، هنقول هنا ده ارتفاع، ده بادي كان موجود في ارتفاع ونزل على الارض
فقلت الكاينيتيك انرجي بلس البوتنشال انرجي، طالما ما فيش ريزيستنس ايكوال الكاينيتيك انرجي بلس البوتنشال انرجي، وكده تقدر تجيب المومنتم بسهوله ام تايم في. اللي بعدها بوليت فايرد، البوليت دخلت هنا ستوبد، يبقى الفي فاينل بزيرو. عايز يجي والريزيستنس مديها لنا، يبقى انت هتقول له تي ماينس تي نوت ايكوال الورك دان، الورك نيجاتيف ار تايم اس، كده حسبنا الاس. اللي بعدها يا ولاد جايب لك بادي طالع، انت عندك الماس، عندنا الفي نوت، وماشي بيونيفورم فيلوسيتي، يبقى ده قد ده. ده الكلام ده، شوف الفكره دي اتكررت كذا مره. حاجه سريعه جايب لك الفيلوسيتي، هنقول له دي ار باي دي تي، الاكسلريشن دي في باي دي تي. طب هو طالب الفورس، اقول له ام تايم ايه؟ غلط، تقول له الفورس دي باي دي تي ام في. كويس انها جات ليه؟ عشان الماس فاريبل، ادي الام وادي الفي، اعمل تايمز، اعمل ضربت، عملت اكسبانشن للبراكتس دول، كده جبنا الاف. لما التايم بتنعوض يا جميل تجيب الفورس. نمبر 8 جايب لك بادي 3، ادي عملنا طبعا الريزوليوشن للفورس، وبعدين طبعا دي مسألة عادية خالص، هتبتدي تجيب الاف هنا، جايب لك تو فورسز تجيب الريزلتنت بتاعهم، وتقدر تجيب الماجنتيود وتجيب الامبلس. ده طبعا هنا دي تو بوليز، ده تو باديز اتحركوا، عايز الفيرت الاكسلريشن جبناها، ونقدر نجيب الفيرتيكال ديستانس بسهوله، وتقدر تجيب البريشر على البولي 2 تي. اللي بعدها يا ولاد ده طبعا انا هجيبها لك سريعا عشان ما فيش وقت، خلاص الوقت بينتهي، وانت تقدر توقفها كده وتشوف الحل بهدوء. يلا اللي بعدها كمان هجيب لك الحلول كده، بس انا اسف عشان الوقت خلاص خلص، فانا بس ماشي معاك اهو الحلول. انت تقدر على اليوتيوب كده توقف السؤال وتبتدي بقى تبص على الاجابه تفصيلا عشان الوقت يا جميل. ده الورك، وبعد كده ادي الفورس، جبنا الماجنتيود ونقدر نجيب الكاينيتيك انرجي. هنا الورك انتجريشن، انا جايب لك الباور، فطالما الباور فيها تي يبقى الورك انتجريشن للباور. كويس قوي. نمبر 16 عملنا ريزوليوشن للفورس، وطبعا كده جبنا الديسبليسمنت. نمبر 17 جايب لنا الباور، يبقى الباور اف تايم في حسبناها، وطبعا نقدر نكمل ونقدر نجيب الفي. نمبر 18 جايب لنا الاس، وجايب لنا الهايت ب 5، والفي طبعا تقدر تقول له تي ماينس تي نوت ايكوال الورك دان، هتقدر تجيب الاس. هي 18 فيها جزئين، ده الجزء الاولاني كده جبنا الفيلوسيتي وكده جبنا الفي نوت. الجزء الثاني في نمبر 18 قال لك بادي نازل من مسافه 10 مترز، مشي او كان على ارتفاع 10 مترز، نزل 7 مترز، يبقى البوتنشال انرجي ام جي اتش، مين الهايت اللي نزلها؟ الهايت طبعا كانت البوتنشال انرجي كلها في الاصل، لكن هنا انت هتقول له تي، عايز يجيب الفيلوسيتي لو نزل 7 مترز، يبقى تي بلس بي هنا ايكوال تي نوت بلس بي نوت. التي هنا بزيرو لان البادي كان اتريست، البوتنشال انرجي ام جي اتش، التي بلس بي نوت، كده هنقدر نحسب التي نوت هنا. كده خلاص انا طبعا المسألة كده انتهت، كده طبعا بوكلت 2 خلاص، واعتقد كده الوقت يا اولاد كده انتهى. انا بس عايز اجيب لك حاجة صغيرة كده، ده كده بالنسبة لنا الوقت كده خلاص. ده احنا خدنا النهاردة، خدنا بوكلت 1 بوكلت 2، خدنا 2 اكزامز من كتاب الوزاره، خدنا سمري للمنهج كله، كده يبقى عملنا ريفيجن سريع للداينامكس. باقي بوكلت 3 ان كان في ان شاء الله في ريفيجن بقى قبل الامتحان باذن الله اجيبها لكم كامله، وبكده يبقى خلصنا الداينامكس، ويبقى باقي لنا الاستاتكس في الحلقه اللي جايه باذن الله، واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.